شنا هي التنمية وشنا هما المقاربات باش نحسبوا التنمية وشنا هما التقسيمات ديال العالم حسب خريطة التنمية. قبل ما تكمل حبس التفكير ديالك وتبع معايا هاد الدرس، وراك غتجيب نقطة زوينة سواء في الفرد سواء في الجهاوي. غنشرح بالدارجة ونعطي أمثلة باش توضح الأمور، وماشي غير تحفظ بل أنك تفهم شنو كتحفظ. أوكي، دابا نبداو. اللي خصك تعرف في هاد الدرس هو شنا هي التنمية وشنا هما المقاربات اللي ممكن نشوفوا بهم التنمية في كل دولة، وشنا هما التقسيمات الكبرى اللي كاينة في العالم حسب الخريطة ديال التنمية اللي غنشوفو. قبل ما نعرفو شنا هي التنمية، أجي نشوفو منين بدات التنمية وكيفاش جات. التنمية جات من الاقتصاد في الأول. في الأول كانت الدولة اللي الاقتصاد ديالها طالع، يعني بوكو حبة هي الدولة اللي فيها معدل التنمية طالع، والدولة الفقيرة هي الدولة اللي ما عندهاش التنمية أو معدل التنمية ديالها هابط. من بعد شوية بشوية العالم ما غيبقاش يشوف التنمية غير في الاقتصاد، غيولي يشوفها في التنمية البشرية، يعني البشر اللي كتهتم بالإنسان، والتنمية السياسية زعما السياسة والديمقراطية والشفافية، والتنمية الاجتماعية اللي كتهتم بالمجتمع، وكذلك كاين التنمية الثقافية يعني العلم الآداب يعني القراية بصفة عامة، وزيد وزيد. اوكي، دابا نشوفو شنا هي التنمية. التنمية هي التطور ديال شي دولة في بزاف ديال المجالات، بحال المجال ديال السياسة، المجال ديال الاقتصاد، المجال ديال الاجتماع، المجال ديال الثقافة الى اخره. باش يبقى لاصق لك المفهوم ديال التنمية، عقل على النظرية ديال داروين اللي هي نظرية التطور. ان فوا غتعقل على نظرية التطور، غتضرب لك فراسك بلي ان التنمية هي التطور ديال واحد الدولة في مجموعة من المجالات ديال الاقتصاد، الاجتماع، الثقافة، مجموعة من المجالات الى اخره. اوكي، سالينا دابا المفهوم ديال التنمية، اجي معايا نشوفوا المقاربات اللي يمكن لك تقيس بهم المعدل ديال التنمية ديال كل دولة في العالم. المقاربات تسموا هكا حيت غير كيقربوا لك المستوى ديال التنمية في كل دولة، دونك داكشي علاش تسموا المقاربات. اوكي، نشوفوا شنو هما هاد المقاربات. انا غنحط لكم 6 ديال المقاربات اللي الا حطيتيهم في اي سؤال في امتحان او فرض او جهوي غتحط لك نقطتك كامله مكموله. نبداو باول مقاربه اللي هي المقاربه الديموغرافيه. بالنسبه للي ما كيعرفش شنو هو الديموغراف، يعني الديموغرافي، فيما تسمع هاد البلان ديال الديموغرافي عرف باللي راه البلان كيدوي على السكان. المهم، المقاربة الديموغرافية فيها بعض المؤشرات، بحال المؤشر ديال نسبة الوفيات ونسبة الولادات. بيني وبينك، الدول اللي كتكون عندها نسبة الولادات مرتفعة هي الدول اللي كتلقاها فقيرة، ما عدا إلا كان الدخل الفردي مرتفع ولا الدخل ديال الناتج الوطني الخام مرتفع. في المقاربة الديموغرافية كاين مؤشر آخر اللي هو أمد الحياة، يعني شحال عاش الإنسان، شحال كيعيش الإنسان في ديك الدولة. وكاين مؤشر اخر اللي هو النمو السكاني، اللي نقدر نقولوا انه واش السكان في وضعيه زوينه ولا غير مقهورين وزايدين على الدول. اوكي، ندوزو دابا للمقاربه الاجتماعيه، يعني المجتمع، وهذه كتقيس بها الدوله من جهه الفقر، من جهه المساواه بين الجنسين، يعني المساواه ما بين الرجل والمراه، ومن جهه المعدل ديال التاطير الطبي، طيب بصفة عامة، يعني واش عايشين بخير، عايشين صحيا، واش عايشين بخير. ندوزو للمقاربة الثالثة اللي حتى هي ممكن تقيس بها معدل التنمية في أي دولة، واللي هي المقاربة السياسية. هذه كتعتمد على تطور ديال الديمقراطية في الدولة، يعني الديمقراطية يعني انتخابات شفافية، واللي عجبك تنتخب عليه، والنسبة الأعلى هي اللي كتختار، والقرار اللي متفق عليه من طرف الشعب هو اللي غيكون. كاين مؤشر آخر اللي هو احترام حقوق الإنسان في البلدان النامية. البلدان النامية هي البلدان المتوسطة. بيني وبينك، أي دولة فيها الفساد الإداري راه كتعرقل التنمية، يعني الدولة اللي ما فيهاش احترام حقوق الإنسان وما فيهاش الديمقراطية واحترام الرأي ديال شكون انتخبوا عليه. وهذه
ندوزو دابا للمقاربة الرابعة اللي هي المقاربة البيئية، ومن سميتها غتكون عرفتيها علاش كدوي. كدوي على البيئة في الدولة، الدولة اللي نقية بحال هونغ كونغ مثلا، اللي غير الا لحتي نسكة في الشارع ديالها غتخلص عليها غرامة مالية. هاد الدولة اللي نقية كتكون عندها التنمية طالعة طبيعة الحال، اما الدولة اللي ما نقياش بحال المغرب كتكون عندها التنمية هابطة. ندوزو للمقاربة الخامسة اللي هي المقاربة التعليمية والتثقيفية. هذه كتعتمد على التثقيف بالنسبة للناس اللي فايتين 15 عام، يعني الثقافة بالنسبة للناس اللي فايتين 15 عام، وكتقاس عاوتاني على التمدرس، يعني الناس اللي كيقراو من 15 لتحت، هذه بالنسبة للناس اللي قل من 15 عام. ندوزو لآخر مقاربة اللي هي المقاربة الاقتصادية، هذه باينة كنشوفوا فيها الناتج الوطني الخام ديال الدولة والدخل الفردي ديالها وبنية الاقتصاد ديالها. الناتج الوطني الخام فات لي شرحته، اللي هو المجموع ديال المنتوجات ومن الصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات، والدخل الفردي راكم عارفينه اللي هو الدخل ديال الفرد في الدولة، وبنية الاقتصاد ديالها واش اقتصاد مدني يعني كيهتم بالشعب، ولا اقتصاد عسكري كيهتم بالعسكر. سالينا المقاربات غير عاود سمعهم مزيان، راه غتفهمهم وغتعرف تجاوب في اي سؤال تحت لك. اخر فقره في هذا الدرس اللي هي التقسيمات الكبرى ديال العالم من خلال خريطه التنميه. هذه الفقره هذه سهله حتى هي. الخريطه ديال التنميه كتمكنك انك تقسم العالم من الدول الغنية للدول النامية والمتوسطة للدول الفقيرة المكحطة في العالم. الخريطة ديال التنمية كتعتمد على التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية. التنمية الاقتصادية فيها جوج حوايج، فيها الناتج الوطني الخام اللي كيتحسب فيه المجموع ديال القيمة ديال المنتوجات في المجالات الاقتصادية اللي ذكرنا، الصناعة، الفلاحة والتجارة والخدمات، ونقدو نزيدو حتى السياحة والتعدين. وكتعتمد على المؤشر الثاني، الحاجة الثانية اللي هي الدخل الفردي ديال كل شخص في الدولة. كيفاش كيتحسب هذا الدخل الفردي؟ كتشد الناتج الوطني الخام ديال الدولة اللي هضرنا عليه، كتقسمه على عدد السكان ديال الدولة، داك الشيء اللي خرج لك كيعطيك الدخل الفردي ديال كل فرد في الدولة. كيفاش يمكن لينا نقسمه العالم من خلال التنمية الاقتصادية؟ عقلوا على الدول الغنية، الدول المتوسطة النامية، والدول الفقيرة. الدول الغنية بحال أمريكا الشمالية يعني أمريكان، أوروبا الغربية، فرنسا، بلجيكا، بريطانيا، ألمانيا، نقدو نزيدو حتى روسيا، وكاين أستراليا واليابان. الدول المتوسطة النامية هي دول آسيا، الكويت، السعودية، ومجموعة من الدول. والدول ديال شمال افريقيا اللي هما حنا المغاربه وتونس، الجزائر، نقدو نزيدو مصر، ونقدو نزيدو حتى ليبيا. وكاينه الامريكا اللاتينيه اللي كنا عارفينهم، البرازيل، الارجنتين الى اخره. الدول الفقيره هما دول الجنوب، يعني الصومال، اثيوبيا، قول افريقيا السوداء كلها. هكا كيتقسم العالم من خلال التنمية الاقتصادية اللي كاين في الخريطة ديال التنمية. الخريطة ديال التنمية فيها حاجة أخرى اللي ذكرنا اللي هي التنمية البشرية. دابا غندويو على الـ EDH. هاد الـ EDH مقسم لثلاثة ديال المستويات. مستوى المعرفة اللي هو يعني معدل التمدرس للناس اللي قل من 15 عام، والأمية للناس اللي كبر من 15 عام، ومستوى الصحة يعني المتوسط ديال أمد الحياة شحال كيعيشوا الناس، ومستوى المعيشة وهذا متعلق بالدخل الفردي. كيفاش مقسم العالم من خلال التنمية البشرية؟ الدول الغنية كيكون عندهم الـ EDH أكثر من 0.8 أو لا 0.8، والدول المتوسطة كيكون عندهم ما بين 0.500 حتى 0.8، أما الدول الفقيرة المكحطة نورمال تيكون عندهم
من غنعرف أقل من شنا هي صفر الوضعية ديال الموارد أقل من صفر الطبيعية فاصلة خمسة. والتوزيع ديالها في دابا المغرب غنكونوا عرفنا شنو هي والأساليب ديال الخريطة التدبير ديال ديالها. التنمية اللي كيف كتخص ما قلت لكم في هذا الجزء هذا من الدرس غنتكلم لكم على الموارد الطبيعية فقط، والجزء الثاني غندوي فيه على الموارد البشرية. الموارد الطبيعية باش نفهموها شنو هي، الموارد الطبيعية هي المصادر اللي كتحقق الاكتفاء الذاتي للدولة، يعني نقدروا نقولوا المصادر اللي كتعمر بيت الخزين ديال الدولة باش تعيش وتتأقلم مع الدول. المهم انت عقلي على المثال اللي غنعطيك دابا، واحد الدولة بحال سوريا اللي تخربات الموارد الطبيعية ديالها، راكم عارفين كيف دايرة، مخربة من الداخل ومن برا. التنمية في سوريا نقدو نقولوا أنها منعدمة، وهذا غيخليكم تفهموا شوية شنا هي القيمة ديال الموارد الطبيعية. أوكي دابا فهمنا شنا هي الموارد الطبيعية، اللي خاصك تفهم في هذا الجزء ديال الموارد الطبيعية هو شنا هي الوضعية ديال الموارد الطبيعية، واش ضعيفة واش قوية، التوزيع الجغرافي ديال الموارد الطبيعية زعما فين جات في المغرب، اين مناطق اين بلايص في المغرب. والحاجة الثالثة اللي خصك تعرف هي الأساليب ديال التدبير ديالها، يعني شنا هي الحوايج اللي خصنا نديرو باش هاد الموارد الطبيعية تبقى خدامة للبلاد وكتزيد بالبلاد لقدام. واخا أجي نشوفو كي دايرة الوضعية ديال الموارد الطبيعية في المغرب. الموارد الطبيعية اللي خصك تعقل عليهم كاين ستة: الماء، التربة، الغابة، الثروة البحرية، والمعادن، والطاقة. بلاتي نعاودهم باش تعقلوا عليهم: الماء، التربة، الغابة، الثروة البحرية، والمعادن، والطاقة. ونعاودو مرة أخرى باش تعقلوا عليهم: الماء، التربة، الغابة، الثروة البحرية يعني البحر، والمعادن، والطاقة. أوكي فرعت لكم راسكم، بلاتي نشوفوا الوضعية ديال هاد الموارد كاملة في المغرب. بالنسبة للماء اللي هي أول مورد، الوضعية ديال الماء ديال هذا المورد هذا اللي هو الماء ضعيفة في المغرب. خاصكم تعرفوا أن المواطن المغربي النصيب ديالو في الماء راه غادي وكينخفض، والسبب كاين عدة عوامل: كاين العامل ديال الجفاف، كاين العامل ديال التصحر، يعني الأراضي، كاينين شي أراضي في المغرب اللي ما فيها لا ماكلة، يعني أرض جرداء قاحلة، وهذا عامل. كاين العامل ديال تزايد السكان، كل ما زادوا السكان النصيب ديال الماء راه كينقص من المواطن. اجي ناخذ واحد المثال، بحال دابا انت وصحابك، يعني انت وجوج صحابك خديتو بيتزا وقسمتوها، ماشي انت وربعه صحابك خديتو بيتزا وقسمتوها، الطرف اللي غيجيك نتايا غيجيك صغير، ما حد الحاجه كتزاد، يعني الانسان كيتزاد والقسمه ديالك كتنقص. هذا هو المشكل، تزايد السكان غادي وتزيد. كاين عامل اخر ديال ضعف ترشيد استعمال الماء، يعني الماء ما مستغلش بالطريقه اللي خصو يتستغل بها، يعني الماء كيضيع بزاف بزاف ديال الحوايج بحال التلوث ديالو، وهذا الشيء كله اللي ذكرنا راه هو اللي غيخلي المغرب يعاني من الخصاص المائي من هنا للقدام. يعني مشينا فيها اخوتي، سالينا دابا من الوضعيه ديال المورد ديال الماء، وراكم عرفتوها كيف دايره هذه الوضعيه هذه. دابا ندوزو للوضعية ديال المورد الثاني اللي هو التربة. الوضعية ديالو في المغرب حتى هي ضعيفة، حيت التربة في المغرب، التربة الخصبة الصالحة للزراعة قليلة في المغرب. كاين سبب آخر ديال تلوث التربة، يعني التربة كتولي مسخة. كاين العامل الآخر أو السبب الآخر هو الملوحة، التربة ملي كتوصل ليها الملحة في المغرب ما كتبقاش صالحه للزراعه، سواء في المغرب سواء، المهم التربه ملي كتوصل ليها الملحه ما كتبقاش صالحه للزراعه، وهذا هو المشكل اللي كاين في المغرب. بزاف ديال التربات الخصبه في المغرب كتوصل ليها الملحه وما كتبقاش صالحه للزراعه، وبسبب الاستغلال المفرط المغاربه تزرعوا بزاف التربه ما تخليوهاش ترتاح، وهذه الاسباب كلها كتزيد تضعف الوضعيه ديال التربه في المغرب اللي هي مورد طبيعي، يعني عنده واحد القيمه عليا في المغرب. المورد الثالث الطبيعي في المغرب هو الغابة. المغرب فيه أصناف نباتية متنوعة بحال الأرز والبلوط وإلى آخره، وهذه الأصناف كاينة في الجبال، كاينة في الغابة ديال المعمورة مثلا اللي معروفة بالبلوط، والأرز
كاين في المناطق الجبلية اللي نقدو نقولو أزرون. أوكي عارفك دابا غتقول الوضعية غدا بخير مزيان كل شيء مزيان، ولكن الغابة في المغرب راه حتى هي مهددة باش ما تبقاش، والسبب اللي قدر يحيدها في المستقبل كاين عدة أسباب، بحال الجفاف، بحال الاجتتات، الناس اللي كيحيدوا الأشجار من الجدر، بحال الرعي الجائر، السراحة اللي كيخليوا الخرفان يرعاو في الغابة وكيفسدوا في الأشجار ديالها، الحرائق حتى هي سبب باش ما يخليش الغابة تزيد تستمر. الغابة نعمة بحالها بحال الدار، عقلوا عليها. تقلص ديال المجال الغابوي بمعدل 30 ألف هكتار كل سنة، هذا التقلص هذا راه كيساهم بتدهور الأنظمة البيئية، يعني راه كاين علاقة ما بين البيئة والغابة، وكل ما تدهورات الحالة ديال الغابة كتدهور البيئة. أجي نشوفوا دابا الوضعية ديال المورد الرابع الطبيعي بالمغرب اللي هو الثروة البحرية أو البحر، نقدو نقولوا البحر. الوضعية ديال هذا المورد هذا هذه المرة هذه قوية، ولكن راه بالنسبة لنا حنا كمواطنين راه ما كنشوفوا والو منها. ما علينا، المغرب دايرين به جوج واجهات بحرية، وحدة كتطل على المحيط الأطلسي ووحدة كتطل على البحر الأبيض المتوسط، وهذا هو اللي خلى المغرب يكون عنده ثروة بحرية منوعة، هالأسماك هالرخويات هالقشريات إلى آخره. ولكن المغرب ديما كيواجه الصعوبات في الموارد الطبيعية القوية ديالو. هاد المرة هادي بالنسبة للبحر الصعوبات اللي كيواجه هي كاين من بينها الاستغلال المفرط، ولكن ماشي حنا اللي كنستغلوهم، وكاين التلوث ديال البحر، وكاين عاوتاني الخطر ديال انقراض بعض الموارد البحرية، يعني شي أصناف ديال الأسماك والرخويات كاين اللي منها نقارض وكاين منها اللي غينقارض من بعد. واخا دابا شفنا الوضعية وشفنا الصعوبات ديال المورد الرابع اللي هضرنا عليه اللي هو الثروة البحرية، أجي نشوفو المورد الطبيعي الخامس بالمغرب اللي هو المعادن. المعدن الوحيد اللي في المغرب نقدو ناخدوه بعين الاعتبار واللي في المغرب عنده كمية كبيرة منه هو الفوسفات. المغرب عنده 75% من الاحتياطي العالمي للفوسفات. المغرب هو ثالث مصدر عالمي للفوسفات. المعادن الاخرى كاينة ولكن قليلة، ولكن كيف العادة المغرب كيواجه صعوبات في هذا المورد. هذا كاين قلة الاستكشافات، يعني عندك ثروة وانت ما عارفش، كاين ضعف الاستثمارات قليل اللي ديها في الثروة المعدنية، كاين ان المغرب تراجع في الانتاج ديالو لبعض الاصناف المعدنية بحال الرصاص. زيادة على هذا الشيء كاين المنافسة الخارجية على المغرب في هذا المجال، يعني كاين دول الخارج اللي كتنافس المغرب في المجال المعدني. دابا غنشوفوا اخر مورد طبيعي اللي هو الطاقة، نشوفوا الوضعية ديالو كيفاش دايره. الوضعية ديال الطاقة في المغرب ضعيفة، وخاره المغرب فيه بزاف ديال مصادر الطاقة بحال الفحم الحجري يعني الفاخر، بحال الغاز الطبيعي وبحال البترول، ولكن داكشي قليل والتكلفة ديال الاستغلال كبيرة مقارنة مع المصادر الطاقية اللي كاينة في المغرب. هذا الضعف هذا ديال الطاقة في المغرب خلى المغرب يستورد طاقة من دول الخارج. سالينا دابا الوضعيات، الاستنتاج اللي نقدو نستنتجوه من هاد الوضعيات هادو كاملين هي ان الاستغلال الغير منظم، يعني الاستغلال اللي كيكون غير عشوائي لهاد الموارد الطبيعية راه هو اللي كيخليها تدهور. يعني الموارد الطبيعية كاملة اللي شفنا الاستغلال اللي كيكون عشوائي ليها راه كيخليها تدهور، وهكا التنمية ما كتزيدش للقدام. كل ما الموارد الطبيعية كتشوف التدهور، التنمية حتى هي ما كتزيدش للقدام، وهاد الصعوبات كاملة سببها هو سوء التدبير. ايوا دابا غنساليو باساليب تدبير هاد الموارد الطاقية، اجي نشوفو شنو هما الاساليب. بزاف ديال التدخلات تدارت باش تصاوب اساليب تدبير هاد الموارد الطبيعية. بالنسبة للماء تأسس المجلس الاعلى للماء والمناخ، هاد المجلس هذا كل مرة كيجيو فيه بحلول جديدة لتدبير الماء. كاين تقنين استغلال الماء، يعني كاين كميات كبيرة من الماء مخزونة خازنينها حتى تجيبها الضرورة ويستعملوها. كاين بناء السدود، السد هو اللي كيتحط فيه الماء، يعني كيتخزن فيه الماء، وبنوا بزاف ديال السدود اللي تخزن فيهم الماء.
كاين تدبير آخر ديال التنقيب على المياه الجوفية، يعني المياه اللي كتكون في الحجر، الماء اللي كيكون في الصخور وكيكون غالبا من الأمطار ولا الشلال. وكاين التوعية بأن الماء راه مهم وخاص الحفاظ عليه، هذا كذلك تدبير مهم ديال التوعية. ندوزو دابا للتربة، شنو الحلول والتدابير اللي داروا؟ كاين التشجير، يعني غرس الأشجار بكثافة، داروا حواجز باش يوقفوا زحف الرمال. ظاهرة زحف الرمال ما كتخليش الرمل، يعني الرمل اللي هو عنصر مهم في التربة، يبقى في بلاصتو، ما كتخليش يبقى في بلاصتو، كيتشتت. دونك اخترعوا شي آلات وداروا شي حلول باش يوقفوا هاد الظاهرة هادي. كذلك بنوا مدرجات باش يقللوا من الخطر ديال التعرية والانجراف. ندوزوا للغابات والتدابير اللي داروا فيها والحلول اللي عطا. من بين التدابير اللي داروا انهم اسسوا واحد المندوبيه ساميه مهتمه بالمجال الغابوي، وكتعطي حلول فيه وكتصدر قوانين لحمايه هذا المجال اللي هو المجال الغابوي، الغابه. ولاو كيجددوا في الغابه عن طريق التشجير، كيغرسوا الاشجار بكثافه، ولاو كيديوها في المجال العلمي والعلاقه ديالو بالمجال الغابوي. يعني العلم راه مرتبط بالغابه، يقدر ينفع بزاف ديال الحوايج. ولاو كذلك كيوعيو باللي ان الغابه نعمه بحالها بحال الدار، ولا التوعيه ديال ان الغابه مهمه. ندوزو للثروه البحريه. التدابير اللي داروا هي انهم داروا واحد المؤسسات كتنظم القطاع ديال الصيد البحري، بحال المعهد الوطني للدراسات البحريه، هذا تقدر تكمل فيه الا جبتي نقطه عليا في الباك. خدموا قوانين ومخططات عندها علاقه بالصيد البحري. عاودوا النظر في عدة اتفاقيات ديالهم في القطاع ديال الصيد البحري، خصوصا مع الاتحاد الأوروبي أوروبا، وبداو كيراقبوا الإنتاج. بالنسبة للموردين الأخيرين اللي هما المعادن والطاقة، التدابير اللي داروا فيهم بداو التنقيب على مناجم جديدة ديال المعادن في البحر وفي البر، ولاو كيجلبوا مستثمرين أجنبيين للمعادن، يعني الاستثمارات ديال المعادن، وبدا الاهتمام بالطاقة الشمسية والطاقة الريحية. هاد التدابير هذه اللي دارت فيها مجهودات كبيرة عندها أهمية كبيرة في الحد من تدهور الموارد الطبيعية، ولكن هاد التدابير هذه ما كافياش. غنبداو بالوضعية ديال الموارد البشرية بالمغرب، وهنا غنهضروا على النمو الديموغرافي. أجي نشوفوا شنو كاين. كاين عدد السكان اللي من بداية القرن العشرين حتى 2004 تزاد من 11 مليون نسمة ل 30 مليون نسمة، وهذا بطبيعة الحال تطور كبير نسبيا. ولكن واخا هكاك من 2004 حتى 2018 نقصات شوية الوتيرة ديال النمو بالمغرب. كاين التحول الحضاري اللي بدا في التسعينات، يعني بدات الهجرة القروية للمدينة وتطورات نسبة السكان. كاين حاجة أخرى اللي هي ارتفاع الكثافة السكانية في السهول والهضاب الأطلنطية. الناس ديال الجبال، الناس ديال الأطلس، تزادت هما عندهم الكثافة السكانية، ولدوا بزاف ديال الولاد، والظروف الطبيعية والأنشطة الاقتصادية عاوناتهم. الماكلة كاينة والفلوس كاينة، وعلاش ما يولدوش؟ دونك تزادت الكثافة السكانية في هذه المناطق. وهذه القضية ديال الكثافة السكانية راه ما كانتش غير هنا، كانت حتى في الريف، حيت هما اللي كانوا السكان الأولين في المغرب، يعني من السكان الأوائل اللي كانوا في المغرب هما الريف. كاين حاجة أخرى اللي زادت لافونتاج في الموارد البشرية، اللي هي أن الساكنة النشيطة يعني الشباب كتشكل الجزء الأكبر من مجموع السكان، يعني الشباب هما اللي طاغيين في الهرم ديال السكان، العكس اللي كاين في نسبة الشيوخ. الناس الشيوخ كيموتوا بزاف، النسبة ديالهم ضعيفة، وهذا الشيء غيخلينا نقولوا أن الهرم السكاني بالمغرب هو هرم فتي، وهذا كيشكل واحد المشكل في القطاعات الاجتماعية. ومادام الشباب هو اللي كتير في المغرب، الخدامي غيكونوا قلال، غيكون البطالة، غتكون الفقر، شحال ما كان العدد ديالهم الخدامي راه ما يمكنش تلقى بزاف ديال الخدامي في المغرب. وهذه القضية هذه راه كنعيشوها. المهم دابا شفنا الوضعية ديال الموارد البشرية، اجي نشوفوا مستوى التنمية البشرية بالمغرب. المؤشر ديال التنمية البشرية بالمغرب تطور بواحد الشكل ملحوظ مع السنوات اللي دازت، ولكن باقي ما وصل لمستوى المجهد الواعر اللي خاصو يوصل، وهذا الشيء راه باين. بالنسبة للتنمية البشرية، المغرب جا في الرتبة 124 عالميا، وهذا الشيء جاي من المشاكل الاجتماعية اللي كاينة، كاين الفقر والبطالة إلى آخره.
زيادة على هذا الشيء، المؤشر ديال التنمية البشرية الـ ADH كيختلف كذلك من جهة أخرى، هو أصلا مكفس ولكن مثلا في المنطقة الحضرية راه أقل شوية من المنطقة القروية، حيث المنطقة القروية راه كرف الناس، وهذا الشيء راه كنشوفوه، الناس اللي ما كيوصلهمش الماء، الناس اللي فيهم الفقر، الناس ديال الجبال، الناس ديال الفيلاجات، راه كرف من الناس ديال المدينة في مؤشر. هذا هو المستوى ديال التنمية البشرية بالمغرب، وكيف ما شفتوا المستوى باقي ضعيف. أرى نشوفوا دابا التدابير والجهود اللي تبدلات باش يتحسن المستوى ديال التنمية بالمغرب. دونك شنا هما المجهودات اللي دارت باش يتحسن مستوى التنمية البشرية بالمغرب؟ دارت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهذه وجهت الاهتمام ديالها للعجز الاجتماعي اللي كاين في المناطق الحضرية الفقيرة، صحاب البراكات، الناس اللي فقراء وخا ساكنين في المدينة باقيين فقراء، وكذلك الناس اللي ساكنين في المدن القروية أو المناطق القروية اللي فيها غير الفيلاجات، البلايص الجبال، البلايص اللي ما كيوصلهمش الماء، البلايص اللي فيهم الفقر هكا. هذه المبادرة الوطنية وجهت الاهتمام كذلك للناس اللي في وضعية صعبة، بحال الناس اللي مصابين بمتلازمة داون، الناس اللي مراد، الناس اللي وصل فيهم العظم، وكتحاول تلبي لهم الرغبات ديالهم والطلبات ديالهم. كذلك هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شجعت الناس اللي كدير الأنشطة المنتجة والدخل القار، يعني الناس اللي الناس ديال الفراشات، الناس اللي كيبيعوا الخضراء، الناس اللي كيبيعوا الفواكه وكيبيعوا الحوايج إلى آخره. وهذا الشيء كله دارته غير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب. اون بليس دارت برامج اخرى للتنميه البشريه بالمغرب، بحال المشروع النموذجي لمحاربه الفقر في الوسط الحضاري، وبحال الاستراتيجيه ديال 2020 للتنميه القرويه، ودار برنامج ديال التنميه البشريه المستدامه ومكافحه الفقر، ودار واحد المشروع ديال الاولويات الاجتماعيه. سياسه اعداد التراب الوطني بالمغرب، اول مره تبان هذه السياسه في المغرب كانت في 1968 في الوقيته اللي كان حاكم الحسن الثاني. باش تفهم هاد السياسه هادي اللي هي سياسه اعداد التراب الوطني بالمغرب، خاصك تفهم علاش دارت هاد السياسه هادي. سياسه الاعداد التراب الوطني دارت باش يتعاود واحد التوزيع ديال الموارد الطبيعيه اللي كاينه في المغرب، يعني دارت باش تحقق التنميه المستدامه اللي دوينا عليها في الدرس الاول، التنميه اللي دوينا عليها، وكذلك دارت باش تنقص من الحده ديال التباينات المجاليه. غنفهموا شنو هي التباينات المجاليه. التباينات المجاليه هي بحال ملي كتقول واحد الصراع كيكون داخل البلاد ما بين واحد جوج ديال المدن، مثلا بحال دابا الريافه والشمال او الى ذلك. وهاد السياسه دارت باش تنقص من الحده ديال هاد الصراعات هادي وهاد التباينات المجاليه. اوكي، دابا فهمنا شنو هي هاد السياسه، أجي نفهمو المبادئ العامة ديالها، وكاينين أربعة ديال المبادئ اللي خاصك تفهم. نبداو بأول مبدأ، وهو المبدأ ديال تدعيم الوحدة الترابية، زعما استكمال الوحدة الترابية، هي استرجاع واحد المناطق اللي هما في الأصل ديال التراب الوطني المغربي، بحال العيون والساقية الحمراء، بلس تأمين التوازن ما بين جميع الأجناس والأعراق، يعني ما بين المجالات، وكذلك الدعم ديال التضامن، زعما يد في يد ما بين المغاربه كاملين. ندوزو دابا للمبدا الثاني في هذه السياسه هذه، واللي هو التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. هذا المبدا دار باش يلبي الحاجيات ديال السكان المغرب في جميع الميادين السوسيو اقتصاديه، زعما من ناحيه الخدمه، العيش الكريم، فرص الشغل، الرخاء الاقتصادي. السوسيو اقتصاديه راه كتعني اجتماعي اقتصادي، جايه من سوسيال، سوسيو اجتماعيه او سوسيو اقتصاديه، اسمحوا لي على هذا الخلط هذا اللي كان وقع في واحد الدرس. سوسيو اقتصاديه كتسمى باجتماعي اقتصادي، حيت سوسيو جايه من سوسيال اللي هو المجتمع. اوكي، نرجعوا للمبدا ديالنا. هذا المبدا هذا اعتمدوا فيه على الموارد العامه خاصها توزع على الناس المعوزين والفقراء والمرض والبيطاليين بطبيعة الحال، الناس اللي طبقة الفقيرة. ندوزو دابا للمبدأ الثالث واللي هو المحافظة على البيئة،
وغتكون فهمتيه دابا هاد المبدأ هذا. زعما الحفاظ على البيئة راه كيساوي الحفاظ على الموارد الطبيعية، دونك إلا كانت البيئة نقية غتكون التنمية حتى هي طالعة. علاش؟ حيت الموارد الطبيعية غيكون الحفاظ عليها كاين، يعني محافظين عليها في المغرب. بليس دو سا، هاد المبدأ هذا واحد اللعيبة اللي زادوها فيه اللي هي الإحساس بمسؤولية المحافظة على البيئة، زادوا هاد الحاجة هادي في هاد المبدأ. المبدأ الرابع اللي بقى لينا هو إشراك السكان في التسيير، واللي كيعني استشارة السكان والأخذ بالرأي ديالهم بعين الاعتبار في تحديد المشاريع اللي كتهم بالمستقبل ديالهم، يعني في هاد الأرض السعيدة، باش ملي تطبق شي سياسة تكون لصالح السكان، وهاد الشي على شان السكان. سالينا دابا المبادئ، أجي ندخلو في الاختيارات الكبرى والاختيارات المجالية اللي دارت هاد السياسة ديال إعداد التراب الوطني. نبداو بالاختيارات الكبرى واللي هما 6 ديال الاختيارات. الاختيار الأول اللي دارت السياسة هي تأهيل الموارد البشرية، ودارت فيها محو الأمية ومحاربة تشغيل الأطفال، يعني كيحاربوا باش الدراري الصغار ما يبقاوش يخدموا وهما صغار. دار فيه تعميم التعليم، يعني كل شيء يقرأ، وإصلاح المناهج ديالو، يعني كل مرة يحاولوا يصلحوا منهج التعليم ديال القراية وراكم عارفين. ودار كذلك اختيار تطوير المهارة ديال الفلاحين والشباب والمهنيين. الاختيار الثاني واللي هو تدبير الموارد الطبيعية، ودار في هذا الاختيار كيفاش يكون التدبير ديال الموارد الطبيعية، الموارد المائية يعني الماء، وحماية الغابات من الحرق ومن الاجتثاث. الغابة نعمة. بليس دوسا دار فيه إدماج التربية البيئية، زعما التوعية بالبيئة وترسيخ روح المسؤولية ديال المواطنة، يعني ما خصكمش تلوحوا الزبل في الأرض، ما خصكمش هكا. الاختيار الثالث اللي غندوزو ليه دابا اللي هو تنمية العالم القروي، ودارت فيه واحد السياسة اقتصادية باش تزيد التنمية عند الأرياف من ناحية الدخل الفردي والمعيشة، بليس ووفروا لهم الإطار القانوني للتنمية في الريف، يعني داك الشي بقوانين. زيادة على ذلك داروا تخفيف ما بين الريف والمدن، يعني واحد تخفيف ديال الحدة ديال هذاك التباينات، يعني ينقصوا الصراعات ما بين الريف والمدن ديال المغرب، وما يبقاش داك الصداع ديال بلادي بلادك ارضي ارضك وهادي. اوكي، ندوزو دابا الاختيار الرابع واللي هو السياسه الحضاريه، واللي دارت فيه معالجه التباينات الحضاريه، يعني يعالجوا الصراع اللي كاين ما بين الحضارات. مثلا نعطيكم مثال ما بين الامازيغ والعرب، حنا عارفين باللي كاينه واحد شويه ديال الصراعات معروفة ما بين الأمازيغ والعرب، وهاد هاد الاختيار هذا دار باش يعالج هاد الموضوع هذا. الاختيار الخامس هو تأهيل الاقتصاد الوطني، دار في هاد الاختيار تحسين محيط الاستثمار، زعما الأراضي والبقع كيحسنوا فيهم ويقدوهم ويأطروهم، ودار فيه البحث عن مرتكزات جديدة للتنمية القروية، زعما تنويع الأنشطة الاقتصادية واللي نقدو نفهمو منها في الحرف والخدمة والعلوم اللي تنفع في الاقتصاد الإيكو، وتأهيل الصناعة الوطنية بالمدن، يعني كيعاونوا باش الصناعة الوطنية تزدهر. إيوا الاختيار الأخير والسادس اللي هو حل إشكالية العقار، يعني تحكمات هذه السياسة هذه في السوق ديال العقار. السوق ديال العقار بالمدن كيعني ان هذه السياسه هي اللي كتحكم في العقار وقتاش يطلع وقتاش يهبط، فهمتي؟ ثاني حاجه ايجاد حلول للعقار المعقد اللي كيعيق التنميه في العالم القروي. العقار في العالم القروي هو دوك الاراضي اللي ما مقداش ما مأطراش، وهما كيحاولوا يلقاو لها واحد الحلول باش تولي يعني تزيد في التنميه ديال البلاد. دابا سالينا الاختيارات الكبرى، غندوزو الاختيارات المجالية. في الاختيارات المجالية غنهضرو شوية على المغرب كيفاش تقسم في إطار هاد إعداد التراب الوطني في هاد السياسة هادي. المغرب تقسم لسبعة ديال المجالات، يعني كل المجال هو واحد البلاصة، مجال هو
واحد المكان هو مجال. فالمغرب نقسم لسبعة ديال المجالات متجانسة ومخلطة، واللي هي المناطق الشمالية والشرقية، المناطق الجبلية، المناطق الصحراوية، البحر والساحل، المناطق البورية، المناطق المسقية، والشبكة الحضرية. أزمة المدينة والريف، التهيئة الحضرية والريفية. قبل ما نفهموا مظاهر الأزمة في المدن ومظاهر الأزمة في الأرياف، نشدو تاكسي ونمشيو نشوفو تشخيص التمدين في المغرب. في المغرب وقع واحد التمدين سريع بسبب الولادات، الناس بدات كتولد بزاف، نسبة الولادات ارتفعت في المدينة، وكذلك بسبب الهجرة القروية. الهجرة القروية يعني الناس تيهجروا من القرية للمدينة بواحد الكثافة سريعة. هاد الشيء خلى المجالات الحضارية توسع، يعني تزادت واحد البارتمات، تزادت بزاف ديال الديور، تزادت الفيلات، تزادت الرياضات، تزادت الجرادي، تزادوا بزاف ديال المجالات الحضارية. وهذا الشيء بطبيعة الحال بسبب الضغط السكاني. في المغرب تحولت شي قرى لمدن، قرى كانت قرى بعد مدة زمنية ولات مدن. هاد الشيء اللي ذكرت دابا كامله عنده واحد انعكاسات خايبة مجاليا، بيئيا، وحتى اجتماعيا. مجاليا على المدينة، بيئيا في البيئة، مادام كتير بنادم راه غيوسخ البيئة، غيوسخ البيئة. وكذلك اجتماعيا يعني في المجتمع، دوك الطبقات كيوليو الشلوح مع العرب، المدينة كتولي مخلطة. المهم كاين انعكاسات خايبة. اوكي، نزل من الطاكسي، راه سالينا التشخيص ديال التمدين في المغرب. اجي دابا ندخلوا للصح اللي هو المظاهر ديال الازمات في المدن وفي الريف. وغنبداو بمظاهر الازمه في المدن اللي بانت اقتصاديا واجتماعيا وتجهيزيا. اقتصاديا، المدينه ما عندهاش مؤسسات اقتصاديه كبيره اللي كتحرك الاقتصاد في المغرب. يعني في المغرب المدن ديالو راه ما فيهاش المولات، ما فيهاش الشركات اللي كينتجوا التليفونات، ما فيهاش شي مؤسسات كبيره اقتصاديه اللي غتهز الاقتصاد المغرب. بلس عندها تضخم في الاقتصاد الغير مهيكل. غنفهموا شنو هو الاقتصاد الغير مهيكل. الاقتصاد الغير مهيكل هو الضريبه اللي ما كيخلصوهاش دوك الشركات المتوسطه ولا الشركات الصغيره، ولا دوك اللي كيهربوا المخدرات بحال الحشيش وماريخوانا الى اخره. هاد الشركات مثلا كيجيبوا واحد المنتوجات من برا، ما كيخلصوش عليها الضريبه، وهذا راه كيضرب في الاقتصاد المغربي. زياده على هاد الشيء ارتفاع حده المضاربه العقاريه. شنو هي المضاربه العقاريه؟ هي هذاك اللي تبيع لك مثلا واحد العقار وتبيعه لك بثمن مرتفع على اللي غيناسب مع العرض والطلب، يعني كيبغي هو يربح منك. هو داك العقار ما كيساويش داك الفلوس ولا داك الثمن بالمقارنه مع العرض والطلب وكيفاش خصو يتباع، ولكن هو كيبيعو لك بثمن مرتفع، وانت من اللي غتشري هاد الارض ولا هاد العقار من اللي غتشريه راك غادي تبيعو بنفس الثمن ولا الفوق، وما غيبقاش التوازن في الاقتصاد، وهكا غيتدهور الاقتصاد. اوكي، دابا نشوفو اجتماعيا فين بانت مظاهر الازمه. بانت مظاهر الازمه في المجال الاجتماعي قلة فرص الشغل، زيد عليها انتشار البطالة، زيد عليها السكن الغير اللائق، ما كانش فين يسكنوا الناس، زيد عليها الفقر اللي انتشر في المدينة، وانتشر الإقصاء الاجتماعي، يعني الناس ولا دابا الطبقة الهاي كلاس هي اللي خصها تعيش، أما الشيء الآخر غير خشبيش. دونك كاين هذا الإقصاء الاجتماعي، يعني ما كاينش واحد، ما كيوازنوش ما بين الطبقه الفقيره والطبقه الغنيه، راه بجوجهم بحال بحال. ودابا غنساليو بتجهيزيا فين بانت المظاهر ديال الازمه بالمدن. تجهيزيا بانت في الطرقان اللي ما مجهزاش، بحال الطريق ديال تيزين تيشكا، البنيه التحتيه عارفين احنا ما مجهزاش. غتشوف اي طريق عندك في مدينتك غتلقى بزاف ديال الطرقان ما مجهزاش. واكبر مثال هو الطريق ديال تيزين تيشكا اللي ما بين مراكش والرشيديه. بانت هاد المظاهر في الشبكه ديال التطهير، بانت في الاناره، وبانت في الماء ديال الشرب، يعني الماء والضوء راه ماشي كلشي، يعني ماشي كاع المواطنين متاح ليهم. المواطن مثلا الفقير ما متاح ليش ان الضوء والماء. بلس الازمه ديال النقل الحضاري، يعني
الطاكسيات الطوبيسات، هذاك الشيء قليل في شي مدن. هاد المظاهر ديال الأزمة كلها في المدينة. أجي نشوفوا دابا الريف، فين بانت مظاهر الأزمة في الريف؟ بانت في ضعف التنمية الاقتصادية، يعني الدخل الفردي إلى آخره. بانت في الإنتاج الفلاحي اللي كيضعاف مع التقلبات الجوية. زيادة على هادشي ولات الزراعة في المناطق البورية. المناطق البورية الغير صالحة للزراعة هي السائدة، وهي اللي ولاو كيزرعوا فيها الناس. الأراضي البورية هي الأراضي اللي كبرات وتكشترات، يعني ولات ضعيفة وصعيب أنك تزرع فيها شي حاجة. بانت في انتشار الفقر في الريف، بانت في انتشار البطالة، بانت في انتشار الأمية والتغطية الصحية ضعيفة، وحتى التمدرس ضعيف. الموظف في الأرياف عندهم ضعف الاستفادة منه. وهاد المشاكل اللي كاينة في الأرياف راه هي اللي نقدو نفسرو بها كيفاش كتخليهم يمشيو للمدينة، العملية اللي كتسمى بالهجرة القروية. هاد المظاهر ديال الأزمات هي اللي كتخليهم يديروا الهجرة القروية ويمشيو للمدينة. شنو دارت الدولة باش تعالج أزمة المدن؟ في المدن تدخلت الهيئة الحضرية، زعما المؤسسات والوكالات والجمعيات والإطارات، وتدخلت سياسة إعداد التراب الوطني. علاش دارت هاد سياسة إعداد التراب الوطني؟ سيرجع للدرس الثالث. وثلاثة ديال المجالات اللي بنت فيهم تدخلات ديال برامج التهيئة الحضرية وديال إعداد التراب الوطني، كاين عمرانيا وكاين سوسيو اقتصاديا وكاين تجهيزيا. عمرانيا صوبوا تدابير قانونية، بحال من اللي حطوا القانون ديال التعمير، زعما إلا بغيتي تعمر تسكن في شي مدينة خاصك تخضع لشي قوانين، ماشي غير أجي وعمر ديك البلاصة. بحال القانون ديال التهيئة العمرانية اللي حتى هو تيخص نفس المجال ديال كيفاش تسكن والوثائق والقوانين. ودارت تدابير مؤسساتية، بحال من اللي صوبوا معهد الوطني للتهيئة وإعداد التراب الوطني، والوكالات الحضارية والمفتشيات الجهوية اللي كيخدموا على إعداد التراب الوطني في كل جهة في المغرب. هادشي كله كيخص الموارد الطبيعية وإعداد التراب الوطني. الدولة كذلك دارت الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير لائق، يعني دوك صحاب البرارك صحاب السكن العشوائي، هاد الوكالة دارت باش تحاربهم. وصوبوا كذلك تدابير تقنية. شنو هي التدابير التقنية؟ داروا فيها البلانات ديال المديرية للتهيئة الحضارية. التهيئة الحضارية يعني التهيئة اللي كتخلي المدينة تسمى بمدينة، راه هي التهيئة الحضارية، يعني الطرقان الديور المباني، هذه هي التهيئة الحضارية. اوكي. ودارت تصاميم التنطيق، يعني البلاصة كيفاش تستعمل، يعني الجغرافية كيفاش تستعمل البلاصة اللي غيكونوا فيها الديور، البلاصة اللي غيكونوا فيها اللي غيكون فيها المارشي، البلاصة ديال الشارع، البلاصة كل بلاصة كتخص حاجة. هذا هو تصميم التنطيق. كيفاش تدخل إعداد التراب الوطني في المجال العمراني بالمدن؟ وجهات الاهتمام ديالها باش تحارب السكن العشوائي، وهذا الشيء شفناه في كازا وبزاف ديال المدن. وسهلات الوثائق ديال التعمير، زعما الا بغيتي تسكن ولا شي حاجه. هذا الشيء اللي دارت الدوله وسياسه اعداد التراب الوطني في المجال العمراني. اجي نشوفوا المجال السوسيو اقتصادي شنو وقع. الدوله صوبات فيها انشطه اقتصاديه، كتعطي صالير وكتوفر فرص الشغل وكتشجع على الاستثمارات الخاصه، زعما الناس اللي باغا دير مشروع ديالهم، يعني ما يتدخل فيه حتى واحد وبلا دعم. وهذه من بين الحوايج اللي كتشجع الدولة أنها تدار. كذلك الدولة دارت دعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، يعني الشركات اللي الله بدات، الشركات الصغرى، الشركات المتوسطة، أصحاب المحلات، أصحاب القهاوي، أصحاب الأسواق الصغيرة. الدولة شجعت التعاونيات اللي بغت تلقى حلول المشاكل الاجتماعية في المجتمع. الدولة دارت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الدولة دارت برنامج المدن بلا صفيح في 2004. هذا الشيء كله دارته الدولة في المجال السوسيو اقتصادي. أجي نشوفو شنو دارت سياسة إعداد التراب الوطني. إعداد التراب الوطني دعم ديك التنافسية ما بين المدن بالتجهيزات الجماعية، بحال الجرادي، الأشجار، الأسواق، الملاهي. مادام مدينة كتنافس مع مدينة على هاد التجهيزات الجماعية، المدن كتقوى وكتولي قوية. إعداد التراب الوطني رد الاعتبار للصناعة التقليدية
وحارب الأمية وحل المشكل ديال الإقصاء الاجتماعي طبقة أحسن من طبقة. أوكي سالينا دابا شنو دارت الدولة وإعداد التراب الوطني في المجال السوسيو اقتصادي، أجي ندوزو للمجال الأخير اللي هو المجال التجهيزي ونساليو من المدن. في المجال التجهيزي الدولة فتحت أوراش عمومية، ورشة عمومية كتوفر تجهيزات للمدينة بحال الكراسة ديال الجرادي، التجهيزات الرياضية إلى آخره، والدولة خلات شي خدمات عمومية لشركات أجنبية مثلا بحال القناطر، الأسواق الكبيرة، المباني الكبيرة إلى آخره، ودارت وسائل نقل جديدة في المدن بحال التراموي اللي كنشوفوه، بحال قطار البراق اللي دار في 2018، والقطارات السريعة. الدولة خلقات شي مساحات خضراء بحال الجرادي بحال الأشجار، هادشي اللي دارت الدولة في المجال التجهيزي. دابا شفنا كيفاش تدخلت الدولة باش تعالج أزمة المدن، أجي نشوفو كيفاش تدخلت الدولة باش تعالج أزمة الأرياف. في الأرياف تدخلت البرامج ديال التهيئة الريفية، وحتى هي تدخلت فيها سياسة إعداد التراب الوطني. هاد التدخلات بنت في ثلاثة المجالات في الأرياف: المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي، المجال التجهيزي. المجال الاقتصادي تطبق برنامج التنمية المندمجة للمجال الريفي، يعني المشاكل ديال الأرياف دار لهم واحد البرنامج ديال التنمية باش يتنموا، دار كذلك برنامج الاستثمار الفلاحي بالمناطق البورية، المناطق اللي كبرات، المناطق اللي ما بقاش فيها صلاحات الزراعة، داروا فيها واحد البرنامج باش يتحل هذا المشكل، ودار البرنامج الوطني لمكافحة التصحر. سالينا من المجال الاقتصادي أجي نشوفوا المجال الاجتماعي. في المجال الاجتماعي تطبق واحد البرنامج ديال الأولويات الاجتماعية، يعني دعم التمدرس والمحو الأمية، بناء المستوصفات، بناء المدارس، بناء المستشفيات، كاع الحوايج اللي كيخصوا المجتمع والمجال الاجتماعي بصفة عامة. كذلك حتى في الريف دارت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهذه المبادرة هي اللي كتلقى الحلول باش التنمية البشرية ترتفع في الأرياف. هنا غنكونوا سالينا المجال الاجتماعي، أجي ندخلوا في المجال التجهيزي، المجال الأخير في هذه التدخلات اللي دارت الدولة في الأرياف. المجال التجهيزي دار واحد البرنامج باش يزود، يعني يعطي العالم القروي الماء الصالح للشرب، وبرنامج كذلك حتى هو دار الكهرباء، يعني الموضوع دار لهم برامج خاصة في المجال القروي في الأرياف. في الريف دار البرنامج الوطني باش يقدوا البنية التحتية في الريف، باش يقدوا الطرقان، باش يقدوا البلايس اللي كيمشيو منهم الناس، ويخرجوا بلانات التهيئة الريفية، يعني فين غيجيو الديور، فين غيجيو الطرقان، فين غيجي الشارع، فين غيجي البلاصة منين يتقدوا الناس، يعني البلاصات المدروسة بالتدقيق. ودار هذا البرنامج كذلك باش يحد من الفوارق الجهوية والمجالية، يعني بلاصة أحسن من بلاصة، بلاصة مهمشة بزاف ما فيها لا سبيطارات لا منشآت لا والو في المغرب، وبلاصة أحسن منها فيها منشآت وسبيطارات وكل شيء موفر لها. نو هادشي دار هاد البرنامج باش يحد من هاد الفوارق. ايوا سياسة إعداد التراب الوطني حتى هي تدخلات باش تنمي المجال الريفي، وركزت على بزاف ديال القضايا سوسيو اقتصادية. إعداد التراب الوطني عاقب اللي الريف راه متأخر اجتماعيا على المستوى ديال التمدرس، الصحة، تعزيز التجهيزات العمومية، وداكشي علاش حسن ظروف العيش، خلق فرص ديال الشغل، وطور الفلاحة، ونوع الأنشطة الاقتصادية باش الريف يتقدم اقتصاديا واجتماعيا. إعداد التراب الوطني غيدير تنمية للمناطق البورية اللي دوينا عليها، وغيقترح حلول اقتصادية فعالة باش يأطر الفلاحين ديال الريف، وغيشجع على الاستثمارات الخاصة والعامة. هادشي كله داروا إعداد التراب الوطني. إن العالم العربي فقير مائيا، العالم العربي اللي فيه مصر والجزائر والإمارات والسعودية والعراق وحتى المغرب، حتى احنا عنده مشكل قدو قد السخط في التربة واللي هو التصحر. دونك دابا عندنا جوج مشاكل: الماء والتصحر. نبداو بالماء وندوزو للتصحر نشوفو شنو هو المشكل ديالو. الماء، العالم العربي اللي داخل فيه حتى احنا فقير مائيا. الماء كلها اللي عندنا في العالم العربي 82% شتا، اللي كتسمى باللغة العربية التساقطات. التساقطات كتسمعها في النشر الجوية، وهاد 82 ديال التساقطات اللي هي الشتا كطيح قليلة في العام. 18% اللي بقات، 16% منها مياه سطحية ديال سطح الأرض
بحال الوديان والمحيطات والانهار، وجوج في المياه اللي بقات مياه جوفيه اللي في الحجر والكهوف، دوك المياه اللي كتكون صالحه للشرب وكتكون في الحجر والكهوف. دابا شوف من الاخر 100% كلها قليله، الماء ما كاينش يعني. ونزيدك هذا العالم العربي راه كيشكل 0.5% من النصيب ديال الماء اللي كاين في العالم كامل، وهذا الشيء سنويا. وماشي غير هذا الشيء، معدل الفرد العربي سنويا من الماء ما كيتعداش 1000 متر مكعب. ياه هذا رقم ضعيف بزاف كيحشم. وهذا الشيء كيقول لنا بلي ان الفرد العربي فقير مائيا، وهذا المشكل بطبيعه الحال عنده اسباب. السبب اخي الافيوني هو ان العالم العربي عنده ظروف مناخيه بحال الزفت، تساقطات قليله والجفاف اغوغو. ونزيدك الانهار الكبيره بحال نهر النيل قلال في الوطن العربي ولا في العالم العربي كما كنقول. الانهار اللي فيها المياه العذبه ديك الحلوه ما كايناش بزاف في العالم العربي. وماشي غير هادشي، العالم العربي فيه دول المساحه ديالها صغيره بحال دول الخليج الامارات مثلا، وهاد المشاكل كلها عندها ابعاد على العالم العربي، ابعاد بحال البعد الديموغرافي. السكان اخي الافيوني غاديين وكيتزادوا، مثال فيه نفس المقاربه تقريبا. الا كنتي انت واحد جوج صحابك تفارتوا في واحد البيتزا وكليتوها، واش غيجيك نفس حقك الا كنتي انت و20 صحابك تفارتوا في واحد البيتزا وكليتوها؟ الجواب اخي الافيوني لا. عدد السكان غادي وكيتزاد، دونك كاينه هاد العلاقه العكسيه، كل ما تزاد عدد السكان كل ما نقص معدل الفرد من الماء. وغير باش تكون في بالك، نسبه عدد السكان سنه 1950 كانت وضعيه الماء زوينه غزاله مزيانه وكخدامه، ولكن من 1950 ل 1990 ولات الوضعيه ديال الماء متوسطه. 1990 وضعيه الماء ولات متوسطه من قبل اللي كانت زوينه، ولكن حنا في الحقيقه راه في 2020 دابا. منظرين كيقولوا في 2025 غيولي في العالم العربي خصاص مائي. او شيت، وهذا بعد من الابعاد. كاين البعد الاستراتيجي بحال المشكل ديال الوضوح اللي ما كاينش في الرسم ديال مصادر المياه. شنو هو هذا البلان؟ كاين واحد الازمات دوليه على الماء، مثلا بين مصر والسودان وإثيوبيا على مياه نهر النيل، ولا بحال الأزمة ما بين العراق وسوريا وتركيا على مياه دجلة والفرات، جوج أنهار فيها مياه عذبة. نسبة السكان اللي تزادت أثرات في الوضعية ديال الماء. هاد الصراعات اللي كاينة خلات هذاك البعد الاستراتيجي ما يكونش مقاد 100%، لأن كاينة أزمات فهمتي ما بين دولة ودولة. ما يمكنلكش تقول أن إثيوبيا من العالم العربي، إثيوبيا ماشي من العالم العربي، مصر اللي من العالم العربي، ولكن راه بينها وبين إثيوبيا أزمة ديال الماء وماشي غير هاد البعد، كاين بعد اقتصادي نيري لما داخل حتى في الاقتصاد. كما كنعرفوا الفلاحة من ركائز الاقتصاد، كاين طلب على الماء من طرف الفلاحة، يعني كاين ضغط، يعني خاص ضروري الماء للفلاحة ولا ما غنعيشوش، ما غنعيشوش حنا هنايا. الفلاحة هي الماكلة، هي كسكسو بسبع خضاري. وماشي غير الفلاحة اللي داخلة في البعد الاقتصادي، حتى الاستهلاك المنزلي. واش حنا غير كنشربوا الماء؟ حنا راه مرات كندوشوا ومرات وكذلك حتى الصناعة داخلة في البعد الاقتصادي، الصناعة حتى هي كتحتاج للماء. هذه كلها ابعاد الماء في العالم العربي، وبطبيعة الحال حلول قليلة مقارنة مع المشاكل. المشكل ديال الماء خاصو يتحل لأنه هو مشكل كبير، ولكن من غير هذا المشكل كاين المشكل الحمق أكثر منه واللي هو التصحر، هو التدهور ديال الأراضي الزراعية اللي في العالم العربي. يعني هو في جميع الأراضي، ولكن العالم العربي هذا استثناء خاص فيه بزاف ديال التصحر. يعني الماكلة التصحر هو فاش كتولي الأرض خالية من المادة الحيوية بحال الصحراء القاحله. وما علاش اصلا غيسميوه التصحر؟ لان كيرد الارض من ديك الارض اللي فيها الماده الحيويه للصحراء، ارض ما تقد توفر المتطلبات ديال الحياه. كاين عده اسباب لهذا التصحر هذا، من بينهم ان الطبيعه ديال التغيرات المناخيه حمقه في العالم العربي، والارض كتشرف مع السنوات والجفاف. وحتى من ناحيه ديال البشر، الانسان ما كيعرفش يستغل التربه بطريقه معقلانه ومزيانه، حتى النباتات ما كيستغلهمش بطريقه مزيانه، وهذا الشيء ما كيخليهمش بجوج يعاودوا يتجددوا. ونزيدك الانسان كيلوت، معلومه قديمه ولكن خاصك تعرفها باش تفهم علاش كاين هذا التصحر. ودابا وقت الصدمات، نصدمك مزيان. هذا التصحر كاين في 68 او 69% من المساحه ديال الاراضي اللي في العالم العربي. ماشي غير هادشي، 20% من الاراضي اللي بقات مهدده بالتصحر. 20% اللي بقات ما
مهددة بالتصحر ما والو. إفريقيا في خلال 50 سنة تحولت 650 ألف كيلومتر مربع ديال الأراضي ديالها ولات متصحرة. السودان سنويا كتولي الأراضي ديالها 100 كيلومتر فيها مصحرة، كتصحر لها 100 كيلومتر سنويا. كندوي على 100 كيلومتر صاحبي، كتولي أرض صحراء لا طعام ولا ماء، أرض قاحلة جرداء. دارت تدابير المكافحة التصحر، تدابير اللي دارت المكافحة ديال التصحر، تدارت تدابير تقنية بحال أن رجعوا الدورة الزراعية. العالم العربي ولا كيدير الدورة الزراعية اللي كنت تكلمت فيها في واحد الفيديو اللي هو الأول في القناة دابا. تدارت مصدات باش تصد ديك هبوب الرياح اللي كتجي كتطير الأشجار وكتخربق الأرض، صدات. تدارت واحد السياسة ديال التشجير، كيجيبوا أشجار بجدر ديالها كيغرسوا الأشجار بزاف باش يكون داك التوازن والتكافؤ في الطبيعة. هذه كلها تدابير تقنية، ولكن كاين تدابير اقتصادية وتدارت فيها إرشادات لاستغلال المراعي والأراضي الزراعية. يعني جيب المستثمرين، جيب الناس اللي عندهم فلوس يستغلوا هذه الأراضي الزراعية والمراعي، يستغلوها باش تبقى حية وتبقى تعطينا ما تصحرش صح. وعلى هذا الشان تدارت استراتيجية وطنية للحد من التصحر. هاد التدابير تدارت فيها تنمية الاقتصاد المحلي، يعني الناس اللي عندك في بلادك يستغلوا دوك الأراضي الجافة، يستغلوها باش 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 على وعسى تولي عندها ديك الادوار مفيده للسكان ومفيده لذاك المستثمر ومفيده للمجتمع ككل العالم العربي. دونك داكشي علاش تدارت هاد التدابير الاقتصاديه، وهادي كلها تدابير اقتصاديه، ولكن كاين تدابير اجتماعيه واللي منها ان تدارت فيها اهتمامات بالتعليم ونشر الوعي في المناطق الجافه، ومنها نيت الفقراء يخدموها وما يبقاش الفقر. المهم تدارت مكافحه الجهل والاميه على التصحر، هذه كلها تدابير، ولكن كاين تدابير اخرى. تدابير اخرى بحال ان الدول العربيه كدير جهدها كامل وكتوحد باش يحلوا هاد المشاكل اللي كاينه، يعني مشاكل ديال التصحر وديال الماء. بناو مراكز سماوه مثلا واحد المركز من بينهم المركز العربي لدراسه المناطق الجافه والقاحله، والهدف ديال هاد المركز هذا الطويل في السميه بين الدراسه للمناطق الجافه، انهم يشوفوا مثلا ياك ما يلقاو شي حلول لهاد الاراضي الجافه ويتجنبوا الاخطاء اللي وقعت فيها هاد الاراضي الجافه القاحله وما ما توقعش فيها اراضي اخرى. بحال دابا عندك واحد الارض قاحله وعرفتي درستيها شنو، ما غتحاول تتجنب دوك الاخطاء اللي وقعت فيها باش ما يوقع لكش عاوتاني التصحر الاراضي اخرى. اجي نعاود لكم على الاتحاد الاوروبي كيفاش بدا وشنو الفكره ديالو من الاول. الدول الأوروبية من بعد الحرب العالمية الثانية عاقت باللي خاصها تصاحب مع بعضياتها، إلا بغات تبقى العظمة ديالها في العالم ضروري أنها تصاحب مع بعضياتها. الحرب كتدمر لها الاقتصاد ديالها وكتدمرها، فكما شفنا من قبل النتائج ديال الحرب العالمية الثانية كانت خسائر، خسائر على القارة الأوروبية. ألمانيا تقسمت على أربعة وواجهت بزاف ديال الخسائر بشرية واقتصادية، كذلك فرنسا الاقتصاد ديالها طاح، بريطانيا حتى هي الاقتصاد ديالها طاح. حتى من الدول اللي ربحت الحرب فرنسا بريطانيا وحتى روسيا لقات راسها باللي لقات واحد النتائج كارثية من بعد الحرب. دونك كما قلنا الدول الأوروبية شافت راسها فين ما دخلت في شي حرب عالمية، واخا تكون رابحة الحرب كتكون خاسرة بزاف، الخسائر ديالها الاقتصادية والبشرية كتكون كبيرة. فهاد الفكرة ديال الاتحاد الأوروبي ريحتها بدأت تبان في الخمسينات. مثلا في سنة 1958 غيسيني معاهدة روما، غيكون واحد الاتحاد اقتصادي ما بين الدول الأوروبية. فسينا معاهدة روما على أساس يأسسوا واحد السوق وسموها بالسوق المشتركة الأوروبية. كانت هذه هي الشرارة الأولى أو اللبنة ديال تأسيس الاتحاد الأوروبي. طبيعة الحال الاتحاد الأوروبي أول مرة بدأ بالاتحاد الاقتصادي ما بين الدول، ومن بعد مرور واحد شوية الوقت ولات حتى السياسة داخلة في هذا الاتحاد، يعني ولات سياسة على الدول الأعضاء اللي كاينين في الاتحاد. أول سؤال، شنو هما المظاهر ديال هذا الاندماج اللي كاين في الاتحاد الأوروبي؟ صاحب ديال الدول الأوروبية كيبان في بزاف ديال المجالات. فمثلا في المجال النقدي كما كنعرفوا باللي الاتحاد الاوروبي غادي على واحد العمله اللي سميتها الاورو. الاورو اللي هي واحد العمله كتنافس الدولار الامريكي بواحد الشكل باين.
مي واخا هكاك دول الاعضاء اللي في الاتحاد ماشي كلها واخدت العمله كاورو، فغير 17 دوله من اصل 27 اللي غاديه بالاورو كتعامل به في العالم. فالبلان بدا من 2002 فاش الاتحاد الاوروبي غيخرج العمله ديال الاورو، ومنها ان يتزاد الاتحاد ما بين الدول تعنق بعضياتها والتباوس مع بعضياتها، ومنها ينافس داك ولد اللدينة ديال الدولار الامريكي اللي جا من اللورو دار خبلف في العالم. فالمظاهر ديال هاد الاندماج غتبان حتى في المجال الفلاحي. فمثلا في 1962 داروا سياسة فلاحية مشتركة باش يقادوا بها الانتاج الفلاحي ديال بلدانهم. الدول الأوروبية كلات شوية ديال العصا من بعد الحرب، الانتاج الفلاحي هبط شوية، دونك شافوا باللي خاص يديروا هاد السياسة باش يرفعوا من الانتاج الفلاحي. والاتحاد الأوروبي فكر في الفلاح الأوروبي مزيان ودار ليه مستوى عيش لائق، لأن بلا فلاح إلا ما ضمنتيش للفلاح حياة زوينة وداكشي زوين ما يعطيكش انتاج زوين، دونك الا مشى الفلاح ما كاينش الانتاج. وهذه مساله عاديه، بحال دابا انا الا مشيت راه ما كايناش شي حاجه سميتها اليوتيوب باش تعرف، انا راه هو اليوتيوب. المهم من غير السياسه اللي داروا والفلاح اللي فكروا فيه، اكدوا بشكل كبير على التموين الغذائي. التموين الغذائي يكون باسعار زوينه، يعني اي مواطن اوروبي يمكن ليه ياكل غني ولا فقير. وهذا التدابير بان الاكل ديالها وسدوا بها العجز الغذائي. داكشي علاش حنايا عزيز علينا اوروبا، تيقولوا فيها داكشي زوين، عيش زوين، تتاكل تدير، يعني ما كاينش الفقر ما كاينش هادي. فوفروا داك الفائض وبداو يصدروه، تضاعفات المردوديه ديال الانتاج الفلاحي. في اخر المطاف الدول كلات الحلوى بهذه الطريقه هذه وبهذا الاتحاد. فكنتمنى لعل وعسى نديرو حتى حنا شي اتحاد بحال هكا اللي يكون واقف على الصح ويهز بينا وما نبقاوش هكذا. المهم نكملوا. المظاهر ديال الاندماج ما بانتش غير في الفلاحه والمجال النقدي، بانت حتى في المجال الصناعي، في الصناعه. فناطل لهم المانيا وانجلترا وفرنسا واسبانيا صنعوا واحد الطياره سميتها الايرباص، وهذه من احسن الطياير اللي كاينين في العالم دابا. فالشركات ديال الطياير الاوروبيه تعاونات مع بعضها باش تصنع هاد الطائره، والهدف ديال هاد الطياير هادو كان انهم يتحداو الطياره الامريكيه اللي سميتها بوينغ. وفعلا طياره الايرباص اللي الصنع ديالها اوروبي قح تفوقات على الطياره ديال بوينغ الامريكيه، ومازال دابا نايض ما بيناتهم واحد البيف ليومنا هذا. مازال كل جهه كتزيد تطور الطياير ديالها. كاين مظهر اخر واللي هو المظهر الاجتماعي. فالاتحاد ضمن المجتمع الاوروبي امتيازات زوينه، بحال مثلا في سنه 1962 اللي دوينا عليها غيسينيو على واحد المعاهده سميتها معاهده تشينغن. هاد المعاهده هذه كتعطي الحريه ديال التنقل في الدول ديال الاتحاد الاوروبي، ولكن غير 9 ديال الدول. فانت مثلا كون كنتي في شي دوله داخله في الاتحاد الاوروبي من هاد 9 دول اللي سيناو على معاهدة تشينغن، يمكن لك تشرب قهوة في باريس، العشية سير دير لك سبور في ميونيخ، وفي الليل هبط لإيطاليا وكوموندي شي بيتزا وبصحة والراحة. فهاد المعاهدة ديال تشينغن زادت داك التلاحم ما بين الدول. ومن غير حرية التنقل اللي دارتها معاهدة تشينغن، فالاتحاد الأوروبي دار برامج اللي تخلي الدول ديما معانقة بعضياتها، برامج اللي تخلي الدول ديما تدخل في شراكات عابرة للحدود. ففي 2004 غيخرج الدستور الاوروبي الموحد. اللي قرا الدستور غيلقاه انه كيدوي على المواطن الاوروبي وكانه كيدوي على شي ملاك، كيأكد على الضمان ديال الحقوق ديالو، كيأكد على الحريه ديالو، كيأكد على بزاف ديال الحوايج خص يستافد منهم المواطن الاوروبي عن غيره في القارات الاخرى. فبشكل اكبر من الوجهيات الاخرى ركز عليها هذا الدستور الاوروبي. دونك كما شتي، لا نقديا لا فلاحيا لا صناعيا لا اجتماعيا، الاوروبي كمواطن 16-0 نفع بزاف هذا الاتحاد الاوروبي. ولكن تقدر تسول شنو اللي خلى هذا الاندماج يكون بهذا الشكل هذا، وهنا غندخلوا نجاوبوا على العوامل والمقومات ديال الاندماج، فهي اللي غتشرح لنا ديك شنو اللي خلى الدول الاوروبيه تكون مندمجه بهذا الشكل. اولا
العامل ديال الجغرافية. فهاد الدول هادو ديال الاتحاد الأوروبي راه كلهم كينتميو لقارة واحدة اللي هي القارة الأوروبية. فهاد الانتماء ديال الدول الأوروبية القارة واحدة خلى داك الاندماج ما بيناتهم يتعزز يزيد يتعزز، لأن الدول قريبة من بعضياتها فعندها المؤهلات اللي تخليها تدير اتحاد مع بعضياتها. داكشي هو هذاك. من غير العامل ديال الجغرافية كاين العامل ديال التاريخ، ولينا دابا كنقراو العامل ديال التاريخ والجغرافية في التاريخ والجغرافية، فهمت؟ فالعامل ديال التاريخ هو أن هاد الدول الأوروبية دوزات حربين عالميتين، فمن بعدهم عقت باللي هاد الحروب غادي غير تدمرها كما قلت في الأول، دونك قالت أجي نديرو اتحاد وأجي نعيشو الحياة مع بعضياتنا. أنا راني كنبغيك، مطلبي الكل ونعطيها لك. العامل الثالث هو العامل السياسي. دول الاتحاد الأوروبي كلها عندها تقريبا نفس النظام السياسي، وهو النظام الديمقراطي، وهذا حتى هو خلى الاندماج ديالها يوقع، زيادة أن كلها مطبقة احترام حقوق الإنسان والحريات، ماشي بحال شي بعضين. العامل الرابع هو العامل الاقتصادي. الاقتصاد اللي الله يفكو حيله في هذه الفترة هذه، قريب يولد لنا واحد الأزمة عالمية اقتصادية. ما علينا، دول الاتحاد الأوروبي كلها دايرة في الاقتصاد النظام الرأسمالي الليبرالي، اقتصاد السوق اللي معروف باقتصاد السوق، وهذا عزز لهم داك الاندماج ديالهم. ما شاء الله، يعني كلها مؤهلات من الفوق حتى لتحت، ناقصها غير شي راجل بحالي انا. دونك العامل الخامس هو العامل التنظيمي، هو باش نساليو كاين بزاف ديال العوامل ولكن هادو عوامل كافيين لكم نتوما. العامل الخامس هو العامل التنظيمي. لوجيستيكيا الاتحاد داير خدمته صوب اجهزه اللي تفرق على كل مجال شنو وقع فيه وشنو خاص يدار فيه. بحال مثلا داروا البرلمان الاوروبي، داروا البنك الاوروبي، داروا محكمه العدل الاوروبيه، داروا المجلس الاوروبي، وزيد وزيد. باقي عامل اخر اللي هو العامل البشري، وهذا ما كرهتوش يكون عندنا حنايا. عدد السكان في الاتحاد الاوروبي او في دول الاتحاد كبير ومرتفع عندهم امد الحياه، الناس كيعيشوا بزاف، وهذا كيفسر علاش اوروبا ولات بؤره ديال الفيروس، حيت فيها نسبه كبيره ديال الناس اللي كبار في السن مساكن. كنتمنى يتحسن الوضع في جميع الدول. هاد نسبه السكان مثقفه ونشيطه، مهتمين بالقراءه للكتب والكتابه والفنون وكاع داكشي الزوين اللي يجيك على بالك. دونك الاتحاد زادت عنده المؤهلات، اليد العامله موجوده، وهاد اليد العامله ماشي غير يد عامله وصافي، بل يد عاملة مثقفة. زائد أن أوروبا عندها واحد السوق استهلاكية كبيرة، والناس عندها القدرة الشرائية. للإشارة كاين بزاف العوامل غير هادو كما قلت لك، راهم كافيين لك. دونك واخا باش تبان لك الصورة مزيان، هاد الاندماج اللي شفتي عنده حدود، وعارفك باغي تعرف الحدود. هاد الحدود بحال أن العملة ديال الأورو ماشي كل الدول ديال الاتحاد خدامه بها، هادشي قلتو لك ما نعاودو باش نعرفو شنو هما الحدود. بحال السويد عندها واحد العمله سميتها الكرونا السويديه، ماشي كورونا، والدنمارك حتى هي عندها عمله الكرونا الدنماركيه. كرونا واطف نقولك ماشي عمله اخرى، تفكرونا في كورونا. دونك كاين حدود اخرى بحال التباين اللي كاين في الدول، كاين الدول المهيمنه اللي عندها الدخل الفردي مرتفع، وكاين الدول المندمجة اللي عندها الدخل الفردي متوسط، والدول اللي في طور الاندماج وهذه عندها دخل فردي منخفض مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى. فكاين حد آخر بحال أن كاين دول اللي ما انضمتش للاتحاد الأوروبي بالرغم أنها كاينة في القارة الأوروبية، دول بحال سويسرا، بلاد الشوكولات، بلاد التيتيز النورفيج، بلاد البرد إيزلندا، وزيد وزيد. كاين حد اخر اللي هو الاتفاقيه ديال شينغن، ديك اللي دوينا عليها قبيله. ديك الاتفاقيه كتخليك يعني انك تسارى كما بغيتي في الدول اللي كاينين في الاتحاد دول الاعضاء، ولكن كتقتصر غير على 9 ديال الدول من اصل 27 دوله. ودابا اخر حاجه اللي هي الخروج ديال بريطانيا، واللي هو حد من الحدود ديال الاندماج
ما لقاو ما يدار، قال لك اجي نخرجوا من الاتحاد. قلت العقل لا، راه ولي انا الاتحاد ندخل ليها صاحبي، عمرني ما نخرج. ميريكان الدولة اللي ما تزعزعش الاقتصاد ديالها سواء في الحرب العالمية الأولى ولا الحرب العالمية الثانية. ميريكان وخا فيها تعدد الأعراق بقات صامدة. هتلر في ياماتو كان قال لهم باللي ميريكان ما غتبقاش على المدى البعيد، كانوا سولوا على الرأي ديالو في ميريكان وقال لهم ما غتبقاش على المدى البعيد حيت ميريكان ما فيهاش ناس من عرق واحد، يعني كانت مخلطة ناس من مختلف البلدان كانوا كيهاجروا لها، وكانت ميريكان مخلطة بالأجناس. وهاد القضية خلت هتلر يشوف باللي ميريكان دولة ما غتطولش بزاف، ولكن العكس هو اللي وقع. ميريكان قدرت تولي أقوى دولة في العالم واخا التعدد ديال الأجناس والثقافات. الحاجة اللي ما عارفينهاش بزاف ديال الناس على ميريكان هي أنها كانت مستعمرة من الإسبان ومن الإنجليز. انجلزا استعمروا ميريكان، استعمروا أولا ولاية فيرجينيا وبدأوا غادين وهما تزيدوا في الاستعمار ديالهم في ميريكان. ميريكان فاش كانت مستعمرة لانجلزا البريطانيين، بريطانيا أسست واحد المستعمرات أخرين بحال نيويورك، راه الأصل ديالها بناء بريطاني. داكشي علاش سكان ميريكان كان الخليط ديالهم إنجليز وأوروبيين. فكيف ما أنت كتشوف الجزائر خدات اللغة الفرنسية من فرنسا، فميريكان صاحبي راه خدات اللغة الإنجليزية من بريطانيا من عند نجالزا. فما تعجبش في سنة 1791 ميريكان غادي تاخد الاستقلال ديالها وتولي عندها جمهورية، عندها حكومة واحدة، يعني حكومة واحدة ديال الدولة كاملة. من بعد ميريكان ما خدات الاستقلال ديالها بدات ترجع الجمهوريات ديالها بحال جمهورية تكساس، جمهورية هاواي. ميريكان من بعد الاستقلال ديالها كذلك ترجع شي أراضي من فرنسا كانت داتهم ليها فرنسا، شي أراضي من إسبانيا من بريطانيا والمكسيك وحتى روسيا. ناض واحد الصداع في ميريكان براسها ما بين المنطقة ديال الجنوب والشمال، وهذا الشيء غيخلي تنوض واحد الحرب أهلية أمريكية. هذه الحرب هذه ناضت في 1861 وتقسمت البلاد وما بقاش القانون كيتطبق في ميريكان. غادي تجي سنة 1870 وغيولي الاقتصاد ديال ميريكان هو أقوى اقتصاد في العالم. غتبان القوة العسكرية ديالها في الحرب ديالها مع إسبانيا، ومن اللي غتجي الحرب العالمية الأولى في 1914 غتبان القوة العسكرية ديال ميريكان. في 1945 خرجت ميريكان كأول دولة عندها أسلحة نووية مدمرة. كاع الحروب اللي دارت في العالم كان لها واحد التأثير كبير باش تولي ميريكان كقوة عظمى في العالم. فهكا ولات ميريكان هي قوة اقتصادية وسياسية وثقافية عالميا. نسبة البطالة في ميريكان هي 6.7%. واو، ميريكان هي ثالث دولة من ناحية عدد السكان. ميريكان هي الأولى اقتصاديا وسياسيا في العالم. من مورا هاد الدرس هذا غنقراو الصين. فإلا كان العالم بحال شي تيران، فرونالدو هو ميريكان وميسي هو الصين. ميسي تعرف يراوغ ويماركي، ورونالدو تعرف غي ماركي. آجي دابا ندخلوا للدرس ديالنا واللي هو الولايات المتحدة الأمريكية كقوة اقتصادية. غير خصنا نعرفوا مظاهر القوة الاقتصادية ديال ميريكان، زعما فين بانت هاد القوة هادي في المجال ديال الاقتصاد. غنشوفوا العوامل ديال القوة الاقتصادية، زعما شنو اللي خلاها تكون قوة اقتصادية، وغنشوفوا المشاكل والتحديات اللي كتواجهها ميريكان. ملي كنقولوا المشاكل راه كنقصدوا بها حتى التحديات، زعما الحوايج اللي غيخص الميريكان واللي خاص الميريكان تلقى لهم حلول باش تحلهم. اوكي دابا نبداو بمظاهر القوة الاقتصادية ديال ميريكان. هاد المظاهر هادي كتبان في أن ميريكان، ملي كنقول ميريكان كنقصد الولايات المتحدة الأمريكية. فهاد المظاهر هادي كتبان في أن ميريكان الحجم ديال الإنتاج الفلاحي ديالها كبير ومتنوع، الفواكه والخضار متنوعة والخير موجود. فبزاف ديال الخضار والفواكه ميريكان محتلة به يعني مراتب متقدمة، يعني هي الأولى في بزاف ديال الفواكه والخضار. وميريكان كتعطي حصة كبيرة للإنتاج العالمي، كتعطي في الصناعة، في الفلاحة، في بزاف ديال الحوايج. هاد الشيء واخا كتعطيه ميريكان للعالم، يعني كتساهم في حصة كبيرة ديال الإنتاج العالمي، كيبقى لها الخير في بلادها.
الانتاج الفلاحي ديال الفلاحه منتشر في بزاف ديال المناطق مختلفه في ميريكان، الناس خدامه وكتاطاكي، وهذا الشيء ماشي غير في الفلاحه بل حتى في الصناعه. حتى الصناعه في ميريكان كاينه في مناطق مختلفه ديالها، كاينه الصناعات القديمه اللي كاينه في الشمال، الصناعات القديمه ديال ميريكان، وكاينه الصناعات الجديده والحديثه اللي كاينه في الشرق ديال ميريكان. هاد الصناعات بحال الصناعه التكنولوجيه، الصناعات الدقيقه ديال الشمس، المواد المصنعه اللي كيحتاجها العالم، المواد اللي ماشي طبيعيه كتصدرها ميريكان بزاف. هاد الناحيه ديال المواد المصنعه مهيمنه على الشيء الاخر، مهيمنه على داكشي اللي كتصدروا ميريكان من ناحيه ديال التصدير. زائد على هاد الشيء ميريكان هي الاولى عالميا من ناحيه التجاره العالميه، مرتفعه عندها القيمه ديال المبادلات التجاريه وعندها بزاف ديال الشركاء التجاريين. هادو هما المظاهر ديال القوه الاقتصاديه ديال ميريكان. اجي نشوفوا دابا العوامل المفسره للقوه الاقتصاديه. من ناحيه العوامل اللي خلات ميريكان تولي قوه اقتصاديه بهذا الشكل، كاين بزاف ديال العوامل، ولكن انت خصك تحفظ غير خمسه ديال العوامل بحال شي اركان. كاين العامل الطبيعي جغرافي، يعني متعلق بالطبيعه والجغرافيه ديال ميريكان، العامل البشري، العامل العلمي والتقني، العامل التاريخي يعني التاريخ، والعامل التنظيمي النظام وداكش. ايوا جي نشوفو وندخلو طولو عرض في هاد العوامل ونشوفو شنو كيعنيو هاد العوامل اللي كيفسرو لنا كيفاش ميريكان ولات قوة اقتصادية عظمى. العامل الاول اللي غنبداو به هو العامل الطبيعي الجغرافي، يعني الطبيعة والجغرافية، حيتاش ميريكان عندها شساعة المساحة، مساحتها كبيرة. ميريكان عندها 9,600,000 كيلومتر مربع، هذه المساحة ديالها، والمناخ ديالها زويون. المناخ ديال ميريكان زوين بزاف ومعروف بالرطوبة وكيعاونها بزاف في الفلاحة. ميريكان مخلية بطبيعة الحال مساحة مهمة للزراعة، وواحد المساحة مزروعة ودايرين لها حساب بطبيعة الحال. زيادة على هذا الشيء عندها كثافة في الشبكة المائية، يعني ديال الماء، الماء موجود، الماء كاين بزاف. عندها المورد ديال الطاقة والمعادن كبير ومتنوع، عندها إطلالة على واجهتين بحريتين، واحد الموقع ديال ميريكان موقع استراتيجي واعر بحال المغرب. شفتوا العامل الطبيعي الجغرافي كي داير؟ اوكي، دابا ندوزوا للعامل الثاني اللي هو العامل البشري. عدد السكان ديال ميريكان خلاها تكون هي الدولة الثالثة في الترتيب العالمي من ناحية عدد السكان. ميريكان عندها 307 الملايين ديال الخلق، 307 المليون إنسان، وكلهم قاريين وناشطين ومؤهلين باش يخدموا البلاد. ميريكان عندها سوق اقتصادية كبيرة وشاسعة، وعندها بطبيعة الحال كتبيع داكشي غالي، يعني ذات قدرة شرائية مرتفعة. العامل الثالث اللي غندويو عليه دابا هو العامل التقني علمي، ولا العلمي تقني، مهم. العامل التقني علمي، ميريكان كتعاونها الماكينة في المراحل ديال الإنتاج. ميريكان كتستعمل الآلة بزاف في المراحل ديال الإنتاج. ميريكان كتدمج البحث العلمي في الفلاحة والصناعة ديالها. ميريكان كتستعمل المبيدات والأسمدة الكيماوية بواحد الكثرة، وهاد المبيدات والأسمدة الكيماوية راه كتعاونها في الفلاحة بطبيعة الحال. العامل الرابع اللي غندويو عليه دابا هو العامل التاريخي. في الحرب العالمية الثانية كيف ما كنعرفوا، ميريكان استفدت من الانهيار الاقتصادي. كانت الدول الأوروبية منهارة اقتصاديا بحال فرنسا، بريطانيا، روسيا، وحتى ألمانيا في البداية ديال الحرب إلى آخر. مهم، ميريكان رفعت الإنتاج الصناعي ديالها باش تعاون الدول المتحاربة، الدول الأوروبية اللي كتحارب ما بيناتها، ومن جهة أخرى عوضت داك الشيء اللي خسراته في الأسواق العالمية. واحد القالب استفدت منه ميريكان بالبيان في الحرب العالمية الثانية، قدرت أنها تراوغهم، يعني تستغل ديك الحالة اللي هما فيها داك الانهيار الاقتصادي، ولعبت بالبيان في هاد العباد. ميريكان من ديما كانت كدير هاد القالب، كانت الا كانت شي حرب هي كتعاون شي دول، تتعاونهم مثلا في المؤونة، كتعاونهم في الفلوس، كتعطيهم فلوس، كتعاونهم في داك العتاد ديال الأسلحة،
وهكا كتقوي الاقتصاد ديالها، يعني كانت كتراوغهم واحد القالب في شكل. وهتلر ما كانش عارف هاد القضيه هادي، يعني كان هو في باله باللي اليهود هما اللي دايرين هاد المشكل، داكشي علاش كان كيحاربهم بزاف. ولكن ميريكان راه كانت من جهه كتخلق مشكل، كتخلق لي كتعطيهم الدواء، كتعطيهم داكشي اللي غيخصهم، وكتستافد منهم بالبيان مور الحرب، واستفدت منهم اقتصاديا وعوضات داكشي في الاسواق العالميه. ندوزو دابا للعامل الاخير واللي هو العامل ديال التنظيم، العامل التنظيمي. ميريكان دارت الاكرو بيزنس، هاد الاكرو بيزنس كتدمج فيه الفلاحه مع الصناعه، كيندمجوا فيه بجوج، وحتى التجاره والخدمات من جهه، يعني واحد القله قليله. هاد الشيء في المراحل ديال الانتاج والاستهلاك كتولي كاينه واحد العلاقه ما بين الصناعه والفلاحه، هادي كتكمل هادي وهادي كتكمل هادي. مثلا المجال الفلاحي الى جا كثير الانتاج كيعاونوا بفلوسه ولا بداكشي اللي كيخرج المجال الصناعي، وهكا كيكون واحد التوازن ما بين التجاره والصناعه والفلاحه. ميريكان معتمده النظام ديال السوق، النظام الرأسمالي الليبرالي، وركزت على الرأسمال اللي خلى الشركات الكبيره واحد الشركات عملاقه كبار تولي متعدده الجنسيه. هاد متعدده الجنسيه يعني ممكن تلقاها في بزاف ديال الدول، بحال ماكدونالد ممكن تلقاها في المغرب، تلقاها في بزاف ديال الدول واخا فقيره ولا ما عندهاش، المهم كتلقاها هي متعدده الجنسيه، كتلقاها في بزاف ديال الدول. هادو هما العوامل كلها. اجي نساليو دابا ونديرو بوان فينال لهاد الدرس هذا بالمشاكل والتحديات ديال ميريكان. بالنسبه للمشاكل الطبيعيه والبيئيه، كاينه في ان البيئه ديال ميريكان ملوته حيت كثار فيها المصانع، يعني المصانع كاينين فيها بزاف، تخاخن المواد اللي كتلوث البيئه كتكون، وحيت كاين استغلال مفرط للمواد الطبيعيه، يعني واحد الزياده على هذا الشيء ان التلوث ديال الماء وتلوث التربه كان وقع بسبب الاستعمال المفرط والاسمده الكيماويه. وفات لنا قلنا في العوامل المفسره للقوه الاقتصاديه ديميريكان ان من العوامل العلميه والتقنيه، ميريكان كتستعمل بزاف ديال المبيدات، يعني المبيدات الكيماويه، وهذا هو اللي خلى الماء والتربه ديال ميريكان يعني تلوث، ولكن جزء من ميريكان ماشي كلها. المشاكل ديال ميريكان البشريه، يعني راه كاينين مشاكل بشريه. المشاكل اللي كاينه هي ان الفقر والبطاله كاين في ميريكان، راه واخا تشوفها بحال هكا كاين واحد النسبه صغيره ديال 6.7% اللي مهمشه فيها عندها البطاله وفيها الفقر، ولكن كاينه بالخصوص عند دوك الاقليه الملونه، يعني تتسمى بالاقليه الملونه بحال اللي لونهم اسمر، يعني دوك تسميوهم وتعايروهم بعنصريه دنيغاز نيغا. مع كامل احتراماتي هذا واحد المشكل اللي من المشاكل البشريه اللي ما خصوش يكون، هو ما يكونش الفرق ما بين هذا وهذا. كلنا كتجمع ما بيناتنا الانسانيه، وميريكان كتعاني من هذا المشكل. المشاكل الاقتصاديه وهادو اللي كيضحكوني انا بزاف، كاين منهم اللي تضحكني، بحال دابا ان ميريكان عندها المشكل الاقتصادي ديالها هو انها عندها فائض في الانتاج يعني فائض في الانتاج الفلاحي والصناعي، عندهم الخير شايط وهذا هو المشكل ديالهم. مهم، والمشكل ديال الصعوبه ديال التسويق بهاد الفائض الانتاج، حيت بزاف ديال الدول محققين الاكتفاء الذاتي وما باغينش شي فائض ولا باغين شي انتاج فلاحي ولا صناعي، دونك ميريكان تتلقى هذا المشكل. بالنسبه للمشكل الثاني ولا ان ميريكان عندها مشكل في حده التنافسيه الخارجيه بحال الاتحاد الاوروبي وبحال الصين، بحال دابا ميريكان هي البيغ وكاين واحد ديزيدروس وحليوه الى اخره. مهم كاين واحد التنافسيه ما بين الصين والاتحاد الاوروبي وميريكان وبزاف ديال الدول. المشكل الاخر هو ان التكلفه ديال الانتاج غدا وتترتفع، والقدره ديال التنافسيه في الاسواق العالميه تراجعت. هذا كيعني ان ميريكان بسبب هذا الارتفاع ديال التكلفه ديال الانتاج
يعني داكشي اللي كيصاوبو كيكون غالي، الانتاج ديالهم كيغليو في الثمن ديالو، وبسبب ان قليله فيه التنافسيه ما كاينش اللي كينافسهم فيه هما اللي كيصاوبوه، كيخلي ميريكان ما تبيعش. يعني قد داكشي اللي باغا تبيعو ما كتقدش تبيعو هي، يعني حيت ما كاينش شي واحد غيشري شي حاجه اللي غاليه بزاف وما عليهاش واحد التنافسيه ما بغيناهاش الاخرين. يعني القله القليله اللي كتشريها، وكل حاجه كتكون غاليه راه قليل اللي كيكون كيشريها. هذا الشيء غيخلي وغيزيد مشكل اخر للميريكان، واللي هو العجز ديال الميزان التجاري. هذا العجز هذا غادي وكيتزاد بسبب هذا المشكل. يعني التجاره ما كتبقاش خدامه الا كان هذا المشكل. هذا مشكل اخر، واللي هو ان الانتاج المعدني والطاقي واخا ميريكان عندها، ولكن بالنسبه لها ما كافيش. يعني واخا راه كاينه الطاقه وكاينين المعادن، واخا هكاك ما كافيش داكشي الميريكان، داكشي اللي كتنتجو هي ما كافيش ليها. مشكل اخر ديال ان ميريكان كيف ما حنا عارفين عليها انها عندها اقوى جيش في العالم، هذا الجيش هذا راه كتخصو واحد النفقه، وهاد النفقه ثقيله على ميريكان. يعني كاين واحد الثقل ديال النفقه ديال الجيش ديال ميريكان اللي هو اقوى جيش في العالم ديالنا اليوم. زائد مشكل اخر اللي هو ان الدولار نقصت القيمه ديالو. يعني راه كنعرفوا حنايا ان الاورو راه مرتفع على الدولار بواحد شويه ونقصت القيمه ديالو مع الوقت. ميريكان عندها مشكل اخر انها صعيب عليها تسوق الانتاج كيف ما قلنا في الاسواق العالميه، حيت هي كتبيع داكشي غالي. اجي نهضر شويه على الصين. الصين هي اول دوله من حيث عدد السكان، فالصين فيها 1.3 مليار نسمه. الغريب اللي كنلقاوه في هذا العدد هذا هو ان كل شيء منظم، فمن المحتمل انه دوله فيها 1.3 مليار غيكونوا فيها صراعات كبيره في الداخل ديالها. ولكن شناوه قالوا لا. شناوة الصين بالتنمية البشرية المجهدة ديالها وبالذكاء ديال السكان ديالها عاقوا بالليلة تجمعوا وداروا يد في يد غادي تولي بلادهم من أفضل ما كاين. وفعلا هذا الشيء اللي وقع. داك الشيء علاش في الصين دابا كتشوف أن أول حاجة كتقرى عندهم هي الأخلاق. الغريب في الأمر كذلك أن الصين دولة شيوعية وحكمها الحزب الشيوعي الصيني في واحد النظام واحد، يعني نظام على الدولة كاملة. الصين بزاف ديال المناطق فيها ولات ذاتيه الحكم بحال ماكاو وهونغ كونغ المعروفه، والعاصمه ديال الصين هي بكين. المساحه ديال الصين هي 9,600,000 كيلومتر مربع، وهذه المساحه خلاتها تكون ثالث دوله في العالم من ناحيه المساحه الكبيره ديال الارض ديالها. الحضاره الصينيه كتعتبر من اقدم الحضارات في العالم، 6000 سنه وهي ملكيه، ودازوا فيها بزاف ديال السلالات، من بينهم السلاله ديال شيا والسلالة ديال تشينغ. هاد تشينغ هادي تكون سمعتيها بزاف. غتجي 1911 3 سنين قبل الحرب العالمية الأولى، وغيساليو هاد النظام، هذا النظام الملكي ديال السلالات. في البداية ديال القرن العشرين الصين طاحت من الداخل، تهلكات بالحروب الأهلية والتفككات. الصين تقسمت لجوج، جوج معسكرات، واحد فيه الحزب الشيوعي وواحد فيه الكومينتانغ. وبما أن الصين شيوعية دابا أتكونوا عرفتوا الحزب اللي غلب. المهم في 1949 غيساليو هاد الأعمال ديال العنف، الحزب الشيوعي غيغلب الكومينتانغ والصين غتولي جمهورية. الحرب الأهلية سالات لصالح الحزب الشيوعي، والكومينتانغ غيولي شاد دولة أخرى اللي هي تايوان. الاقتصاد ديال الصين دابا هو تاني أكبر اقتصاد في العالم من بعد ميريكان، وكاين نظريات كتقول باللي الصين تقد تكون قوة عظمى الأولى في العالم من هنا للقدام. هادشي بطبيعة الحال إلا طاحت ميريكان ولا تزعزع الاقتصاد ديال ميريكان، وهادشي ماشي شي احتمال صحيح وشي احتمال واقف على الصح، يعني ماشي شي حاجة حتمية غير شي حاجة محتملة. أوكي دابا غنبداو الدرس. هاد الدرس هذا وجه لينا التركيز للقارة الآسيوية، ودابا غنبداو الدرس ديالنا اللي هو الصين. كيف ما قلنا كاين تشابه ما بين الصين وميريكان في هاد الدروس هادو بجوج. دونك الحوايج اللي غيخصنا نعرفو على الصين هما مظاهر القوة ديال الصين الاقتصادية، يعني مظاهر القوة الاقتصادية ديال الصين. غيخصنا نعرفو العوامل المفسرة لهاد القوة الاقتصادية ديال الصين، وغيخصنا نشوفو المشاكل والتحديات ديال الصين الاقتصادية.
ومن اللي كنقولوا المشاكل راه كنقصدوا هنا حتى التحديات، يعني المشاكل هما التحديات. بيان غنبداو بالمظاهر ديال القوة الاقتصادية بالصين. القوة الاقتصادية بانت في أن الصين عندها إنتاج فلاحي كبير ومتنوع، والإنتاج الصناعي حتى هو كبير ومتنوع، وهاد المجالات بجوج كيتطوروا بالزربة في الصين، الفلاحة والصناعة كتطور بالزربة. الصين محتلة مراتب متقدمة عالميا في بزاف ديال المنتجات اللي كتصنع، والصين حتى هي كتساهم بشكل كبير في الإنتاج العالمي. القوة الاقتصادية بنت كذلك في أن الصين عندها المناطق الصناعية متعددة، الصناعات موجودة في الشرق ديال الصين وباينة فيه مزيان، ومن 2003 والصين كتحقق 7% من قيمة الإنتاج الصناعي العالمي كل سنة، وهي الرابعة عالميا في هذا المجال من بعد بطبيعة الحال الأمريكان واليابان وألمانيا. الصين بحال الميريكان، المواد المصنعة مهيمنة على البنية ديال التجارة الخارجية، يعني كتصدر بزاف ديال المواد المصنعة. المبادلات التجارية ديالها مع الدول كتيرة، الصين مسخنة كتافها وغادا وكدير علاقات مع الدول ديال العالم. مظهر آخر اللي كيبان هو أن الصين القيمة ديال الصادرات ديالها كبر من الواردات، دونك الميزان التجاري ديالها كيشد فيه الخير، وهذا الشيء كيتطور باستمرار. هكا غنكونوا سالين المظاهر للقوة الاقتصادية ديال الصين وقوية تبارك الله. ندخلوا للعوامل المفسرة لهذه القوة هذه، يعني الحواج اللي خلاو هذه القوة الاقتصادية تكون. نبداو بالعوامل الطبيعية. المناخ ديال الصين حتى هو زويون ومعروف بالرطوبة بحال ميريكان، الشتاء كتكون موجودة والجو كيكون ملائم طيلة السنة. الصين عندها مساحة زراعية مهمة في الواجهة ديال الشرق، يعني المساحات الزراعية في الشرق كبيرة. الشرق ديال الصين غني صناعيا وفلاحيا، يعني من جميع الجوانب. الطاقة والمعادن الصين كتنتج منهم داكشي متنوع ومحتل المراتب المتقدمة عالميا، واخا كتلقى فيه مشكل حيت العدد ديال السكان ديالها كبير وكيستهلكوا ويصنعوا بزاف، دونك كيلقاو فيه مشكل. هذا جانب. دابا هادو كلهم عوامل طبيعية. غادي ندخلوا دابا في العوامل البشرية. من ناحية العوامل البشرية كاين عدد السكان. عدد السكان كبير بزاف كما كنعرفوا، فراه 1.3 مليار اللي كاين في الصين، يعني اليد العاملة موجودة ورخيصة، الناس كاينة باغا تخدم وغيب تمان ماشي كبير بزاف. ندخلوا دابا للعامل الاخر او للعوامل الاخرى اللي هي العوامل التنظيمية. ها علاش الصين متقدمة في العوامل التنظيمية؟ واحد السياسة ديال الإصلاح دارت في 1978 دارها الرئيس ديال الحزب الشيوعي واحد السيد الله يجازيه بخير، كان سميتو دينغ كسياو بينغ. بدل بزاف ديال الحوايج في القوانين والنظام ديال الدولة، تقريبا دار ثورة لداكشي اللي كان قبل، وبدل الصين اقتصاديا في ظرف زماني قصير، ماشي بحال إعداد التراب الوطني اللي سنين هادي وما تبدل حتى شي حاجه وما تبدل والو. المهم هاد الهضره بيناتنا. المهم هاد السياسه هادي اللي دارها دينغ كسياو بينغ بدلات الكومونات الشعبيه بالاستغلاليات العائليه. الكومونه كان الا بغيتي تشري شي ارض في الريف كان خاصك ضروري دير فيها واحد الكومونه اللي هي بحال الشكل ديال دوك القبات، يعني دايرين كي بحال الديور اللي تشبه القبه. ولكن كسياو بينغ الله يجازيه بخير كان السبب في الانقراض ديال هاد الكومونات هادي، ولات الاستغلاليات العائلية يعني والملكية الخاصة. بني حتى فيلا ما كاينش اشكال، بنيها في الريف بنيها في اي بلاصة ما كاينش اشكال. الدولة كذلك خفت في القطاعات الاقتصادية ودارت معها زوين، كتعاون المقاولات وكتشجع الناس ديال المشاريع والشركات. الصين كتستارد التكنولوجيا المتطورة من دول الغرب الرأسمالي باش يطوروا الصناعات ديالهم. الصين كتعطي المقاولات الاستقلال الذاتي في التسيير. مثلا انت كانت عندك شي شركة في الصين ولا شي مقاولة، عندك الحق دير قانون ديالك خاص واللي هو اللي يمشي يسري على ديك على ديك الشركة او المقاولة، يعني ما يكونش تابع للدولة. الصين دخلت واشتركت في مؤسسات كبيرة، مؤسسات مالية عالمية مختصة بالمال بحال منظمة التجارة العالمية ومنظمة البنك الدولي. هذه كلها عوامل تنظيمية.
بون هنا يكونوا العوامل كلهم سلاو، اجي نشوفوا المشاكل والتحديات ديال الصين في المجال الاقتصادي. وفي طبيعه الحال حنا كنقراو في المجال الاقتصادي، ففي المشاكل الطبيعيه والبيئيه، المشاكل الخارجيه، وكاينه حتى المشاكل المجاليه اللي كتخص بالصين في الداخل ديالها الصين براسها. بالنسبه للمشاكل الطبيعيه والبيئيه، ان واخا المساحه الزراعيه كبيره ولكن قلال الاراضي اللي صالحه للزراعه، والامن الغذائي صعيب شويه في الصين. فدارت سياسه الطفل ولكن تخلاو عليها في 2015 باش يحققوا الجانب ديال الشيخوخه في المجتمع. الصين كانوا فيها الاطفال بزاف يعني، وكانت حتى الشيخوخه مرتفعه في المجتمع، دونك بغاو الدراري يكونوا صغار. يعني الفئه ديال الشباب هي اللي تغلب الفئه ديال الشيخوخه، ما حد الشيخوخه اولا الشيوخ ما كاينينش، فكتجي الفرصه باش الاطفال يتولدوا ويوليو شباب ويخدموا للصين ويخدموا للمجتمع. فهذه هي الفكره ديال المجتمع الصيني، وهذا الشيء علاش حيدوا ديك سياسه الطفل. كاين مشكل اخر، انه كيف ما قلنا حنايا ان الصين كتصنع بزاف، الصين التصنيع ديالها فراه عالمي ومحتل واحد الرتب عاليه في العالم تقريبا، ولكن هذا التصنيع هذا كيلوث البيئه بواحد الشكل انعكاسي، فهذا مشكل بيئي. المشاكل الخارجيه ديال الصين كتبان في ان الصين كتجيب المواد الاوليه من دول الخارج. واخا الصين الانتاج الطاقي والمعدني عندها كبير، كتنتج الطاقه والمعادن بواحد الشكل كبير، الانتاج طالع، ولكن ما كفيهاش، راه كندويو على 1.3 مليار ديال الخلق. يعني التصنيع والاستهلاك ديال هاد المعادن والطاقه هو اللي كيخلي الصين يعني كيسبب ليها انها تكون ملزمه انها تجيب مواد اوليه من الخارج. يعني داكشي راه تيضيع وكيتستهلك في التصنيع وكيتستهلك في الطوموبيلات وداكشي اللي خاص بالطاقه. حاجه اخرى، ان الصين تابعه لدول الخارج باش تسوق المنتجات المصنعه ديالها، دونك كتخضع لشي حوايج كيفرضوها عليها الدول الخارج بحال الامريكان وكندا. فإلا كانت الصين غتصنع يعني غتسوق المنتجات المصنعه ديالها في هاد الدول هادو، فكتخضع لشي حوايج كيفرضوها عليها بحال السلام ولا انها تبقى بجنبهم ولا شي حاجه. الصين كذلك كتاثر من اللي وقعوا ازمات في الدول اللي مشاركه معاها، وهذا مشكل خارجي حتى هو. يعني فاش شي دوله كيطيح الاقتصاد ديالها، الصين راه كتازم وحتى هي كتاثر بهاد الازمه هذه، ماشي كتازم شي ازمه قويه ولكن كتاثر. بالنسبه للمشاكل المجاليه، وصلنا دابا للمشاكل المجاليه، كاين تباين اقليمي في الصين. الشرق ديال الصين غني في الفلاحه والصناعه والتجاره على الغرب والشمال والجنوب، حيث الشرق فيه قدم التعمير وعوامل بشريه وطبيعيه وتاريخيه هي اللي خلاته يولي غني، وهذا مشكل. فمن ناحيه الشمال والجنوب والغرب ماشي غني بديك الدرجه اللي غني بها الشرق. الشرق كاين الفلاحه، كاين الصناعه، كاين الخدمه، كاين كلشي. مشكل اخر مجالي يعني كاين في الصين، هي ان الشبكه ديال المواصلات الداخليه في الصين ضعيفه، بحكم ان الصين فيها الغرق ديال البشر، دونك الترانات والباصات والتاكسيات يعني الطاكسي عندهم واحد المشكل معاه، وهو الضعف ديالهم ليه، حيت الصين كبيره بزاف من ناحيه عدد السكان، وهذاك الترانات والتاكسيات والباصات ما كافيينش ليها، دونك هذا مشكل مجالي. هنا غنكونوا سالينا كل شيء.